السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صحي النوم على شاشة LTC. معكم محمد الغيثي، طاب مساءكم وأسعد الله أوقاتكم. النهاردة حلقة 2/5/2018. النهاردة كما عودناكم كل أسبوع، قول شكوتك لصحي النوم. هنحاول نعرض أكبر قدر من الشكاوى اللي جات لنا على الصفحة. أستاذ محمد حسن المخرج هيعرض لنا صفحة البرنامج، وايضا هنتابع مع حضراتكم الحلول اللي توصلنا اليها طوال الاسبوع، يعني من الاثنين للاثنين. نتلقى رسائلكم وايضا تليفوناتكم، سواء على رسائل على صفحه البرنامج او من خلال التليفونات المعروضه على الشاشه. هنحاول نعرض اكبر عدد ايضا من الفيديوهات اللي جات لنا من محافظات مصر وشكاوى المرسله من محافظات مصر، وانا بشكر كل واحد تقريبا بيشتغل معايا مراسل بلا اجر بيبعت لنا مشاكل من اسكندريه لاسوان، من مرسى مطروح لبورسعيد. هنحاول نعرض اكبر عدد ممكن من هذه الشكاوى ومن هذه الهموم، لان برنامج صحي النوم هو برنامج حضراتكم. والان الى اهم عناوين احداث اليوم. أول تعليق من السيسي على قضية خاشقجي في منتدى شباب العالم، وأجرى تصريحاته حول الموظفين والتعليم والتوك توك ومواقع التواصل. غدا والي صرف 5 مليارات جنيه سنويا دعما نقديا لذوي الإعاقة. بعد الثأر لشهداء المنيا، وزير الداخلية يزور البابا ودروس لتقديم العزاء. صحي النوم يا محافظات. في الغربية مدير مدرسة يبدأ يومه الدراسي بتنظيف بالوعة صرف صحي. في الدقهلية اشتباكات وطوابير أمام مكتب تموين البجلات. في كفر الشيخ التلاميذ يثورون ضد غياب المدرسين. في دمياط سحب مياه الأمطار بعد موجة الطقس السيء. في الشرقية أمر للمحامي قتل زوجته بعدة طعنات. في المنيا نقل طبيبة وإحالة المقصرين للتحقيق بوحدة الروضة بسبب نقص الأدوية. وفي الإسماعيلية أهالي قرية نفيشة يستغيثون بصحي النوم بسبب كوبري. عين على السوشيال ميديا. طفل يستغيث بصحي النوم بسبب وضع صورته على علب السجائر. نشطاء يفضحون عزمي بشارة المستشار الأول لتميم. والعالم يتحدث عن البطل المصري محمد إيهاب. مواقع التواصل ايضا تحتفي بزناتي ستايل نجم منتدى شباب العالم بشرم الشيخ. فاصل اعلاني سريع ونعود لحضراتكم، محدش يغير شاشة LTC وصحي النوم. اهلا بحضراتكم. النهارده كان في انشطة كثيرة في لمنتدى شباب العالم، لكن الحين عايز قبل ما ابدا اتكلم بتفاصيل عن ورش العمل اللي تمت في منتدى شباب العالم والتصريحات الحقيقة اللي فيها قدر كبير من المصارحة والمكشفة اللي قالها الرئيس السيسي. عايز اعلق على رد فعل حلقة الامس واول امس. احنا اما تناولنا حادثة المنيا الحقيقة تناولناها من زاوية مش يعني لها انسانية، ولا طبعا هي مهنية بالاساس، ولكن من زاوية المواطنة، من زاوية أن هذا الحدث حدث وجع وشقة وأصاب كبد وقلب كل مصري، كل مصري أصيل. بمعنى أن الذي لم يتألم لما حدث لإخواتنا المسيحيين في حدث المنيا أقسم بالله لا علاقة له بمصر. المصري هو اللي اتألم، المصري بحق هو اللي اتوجع، وهو اللي شاف الصور الرهيبة اللي انتشرت كنار في الهشيم على السوشيال ميديا وبكى بدل الدموع دم. يعني عايز اقول لكم ردود الافعال لما انا زعت الفيديو عن الحادث، ردود افعال انا لم اتوقعها. يعني بشكر كل اللي كلموني من كل قارات العالم، يعني الناس كلمتني من استراليا، من ابعد قارة، اخواتنا المسيحيين في امريكا، في نيوجيرسي، في شيكاغو، في حتى كاليفورنيا، برضو من اوروبا، من العالم العربي. انا ما عملتش ده لانه ده مجرد تغطية اعلامية او ده مجرد جزء من شغلي، هو طبعا كده ومن المهنية ان احنا كنا لازم نتكلم، وانا بأكد ان الاعلام المصري كان مقصرا في التعبير عن الحدث، وكان مقصرا في تغطية الحدث،
ربما يكون لانه الكاميرات كانت كلها في منتدى شباب العالم، لكن ما ينفعش حدث زي ده كان يعدي دون ان نقول كلمتنا، دون ان نؤكد على وحدة الجسد المصري اللي هو اذا اشتكى منه عضو يتداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هي دي مصر. ولما احنا بنتكلم عن اخوات المسيحيين ما بنتكلمش عن زي ما بعض الافقين والافكين للاسف المتاسلمين يقول لك نصارى. لا، لو هو تعبير نصارى عن المسيحيين يبقى انا نصارى. المساله مش كده، مساله مواطنين مصريين. واللي مش عارف كده يقرا ازاي عمرو بن العاص اعترف ان لولا اللي انتم بتسموه النصارى ما كانش اساسا مصر دانت للخلافه الاسلاميه في عهد عمر بن الخطاب. المسيحيين المصريين هم اللي ساعدوا في هزيمه الروم في البحر، ما كانش المصريين الجيش المصري لما دخل جيش عمرو بن العاص ما كانش يعرف حاجه عن حروب البحر ولا عن السفن الحرب البحريه ولا عن ازاي يقاتل في البحر. اللي علموهم جيوش البابا او مقاتلي البابا بنيامين اللي كان بابا مصر في هذا الوقت عند دخول عمرو بن العاص. في كل الاحوال انا بشكر كل ردود الافعال، الناس اللي بعتت لي من قارات الدنيا الخمسه بيثنوا بيشيدوا بموقفنا، وانا بقول احنا لا ننتظر، ده واجبنا، واذا ما عملناهوش نبقى مقصرين. ولازم نفتح ملف التعامل ازاي وازاي نفند افكار التطرف والاقصاء والتمييز اللي الرئيس اتكلم عنها في المنتدى. التمييز والتمييز نقضي على هذا، لابد ان نقضي على الاحساس بانه مصر عنصري امه. ما فيش حاجه اسمها عنصري امه، هو عنصر واحد، هو مصري تحت منه بقى رقم اثنين يجي مصري مسلم او مصري مسيحي، انه هو مصري بالاساس، مصري قبطي. في ناس كتير الحقيقه طلبت ان انا ازيع الفيديو تاني، بس انا مش عايز يعني، لان انا والله العظيم انا كل حتى ما بشوف نفسي انا بعيط. يعني انا هي كانت حاجه كده فيض روحاني من عند ربنا، ولم يكن هناك كلمه مكتوبه في الفيديو. يعني لسه زميلي اسلام واحنا داخلين بيقول لي انت قلت الكلام ده ازاي؟ والله العظيم ما كان فيه كلام مكتوب من اللي انا قلته، ما فيش حاجه كانت مكتوبه في ورقه ولا على اوتو كيو زي ما بنقول احيانا نشرات الاخبار. انما هو طلع فيض الخاطر، طلع بوح الروح، طلع كلام من القلب فوصل للقلب. طبعا في صفحات كتير منهم، صفحه النهارده حد بعتها لي عامله 500 ووصلت ل 600 الف في 24 ساعه مشاهده، ووصلت لحوالي 30 الف شير. الحقيقه انا بشكر سعيد موسى او عيد سعيد موسى، مش عارف ده حقيقي ولا لا، هو اللي عامل المشاهدات رهيبه من خلال هذا الفيديو. والحقيقه ردود الافعال لاخواتي المسيحيين في كل انحاء العالم اللي كلموني او بيشكروني، او انا لا شكر على واجب، هذا واجبي واذا لم اؤديه اكون مقصرا. ويا رب ما يتكرر هذا الحادث مرة اخرى، ويا رب نتعلم منه ان احنا جرح واحد وألم واحد، وهي دم واحد، دم مصري، لنا كمسلم دمي اخضر ولو كمسيح دمه اصفر، لا كلنا دم واحد وجيناتنا واحدة، تختلف الديانات لكن الجينات واحدة والهوية واحدة والسحنة واحدة والمستقبل واحد والحاضر واحد. مهما غل المتطرفون ومهما حاول الارهابيون بكل اطيافهم انهم يفرقونا، احنا مش هنتفرق ولن ينجح احد مهما كان انه يفرق ما بيننا كشعب مصري واحد. اروح بقى لمنتدى، منتدى الحقيقه النهارده وامبارح فيه كلام برضو بيخترق ملفات شائكه. يعني لاول مره الرئيس بيعلق على موضوع خاشقجي، ما اتكلمش خالص في هذا الموضوع. تعليق الرئيس جه بناء على سؤال من احد الحاضرين، وده دليل على انه في حوار ديمقراطي وان تو رايح جاي، لا في يعني فلتره الاسئله ولا في تكميم لافواه ولا في اللي عايز يسال حاجه من الشباب بيسالها. فاحد الشباب سال الرئيس موضوع مقتل الصحفي او جريمه قتل الصحفي جمال خاشقجي، فقال كلام مهم قوي الحقيقه. قبل ما اعرض لكم الكلام، انا يعني هاخد صديقي الكاتب الكبير الاستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده موقع الشروق يقول لنا برضو انطباعات عن منتدى الشباب العالم. استاذ عماد اهلا بيك.
اهلا بيك استاذ محمد، تحياتي ليك ولكل الساده المشاهدين. النهارده الرئيس اخترق ملفات وقال كلام برضو يعني غير متوقع، يعني بدايه من كلامه عن قضيه جمال خاشقجي وليس نهايه بكلامه مثلا عن مواقع التواصل الاجتماعي، واحنا مهما عملنا مش هنعرف نوقف اللي بيحصل عليها، مرورا بالكلام عن الموظفين وعن التوك توك وعن العمال وعن الازمه الاقتصاديه وعن التعليم وعن الفصول، في كلام كتير قوي اتقال في جرأه من الرئيس عبد الفتاح السيسي. كيف تقيم المنتدى عموما وانت يعني احد المشاركين فيه؟ اظن ان بدا يبقى فيه ملمح انه غالبيه القرارات او الاتجاهات او الاراء اللي بيكشف عنها الرئيس بصوره واضحه بتتم بدات تبقى واضحه اكثر في المنتديات المختلفه للشباب. انا تقديري ان اهم حدث، يعني في احداث كثيره جدا وفي تصريحات ومواقف كثيره جدا، لكن التصريح الذي اطلقه بالامس حينما رد على سؤال احدى الفتيات وقال نعم حدث يعني انه في مشكله في قانون الجمعيات الاهليه وسيتم اعاده النظر فيه. هذا تطور في منتهى الاهميه، كما يعلم كثيرون القانون صدر بعد جدل وبعد نقاش وتم تاخير التصديق عليه ثم صدق، وبالامس رئيس الجمهوريه قال نعم ظهر في بعض، كان هناك تخوف ادى الى تتابع ربما فظهر بعض العوائق. ده تطور في غايه الاهميه. ليه؟ خلينا نوضح للناس ببساطه، ايه اللي هيفيد لمصر من قانون المنظمات غير الاهليه؟ بص يا استاذ محمد، قانون الجمعيات الاهليه قانون مختلف مش خير، يعني ما فيش ابيض واسود، هو فيه مساحات كثيره جدا دون ما احنا كان المفروض ان مجلس النواب يطلع قانون يعالج بيه الخلل، في مشكله في بعض منظمات المجتمع المدني اساءت العمل المدني والحقوقي واستغلت هذا الامر للاساءه الى مصر او ابنها او ربما تنفيذ اجندات اجنبيه، صحيح موجود، لكن انت عندك اكثر من 50,000 منظمه او جمعيه اهليه. انا مع اي تجديد على اي جمعيه تسيء الى الامن القومي او تحاول ان هي تبقى راس حربه لجامعات او مصالح اجنبيه او تشتغل بالسياسه، العمل الاهلي ماليش صله بالسياسه. لكن في نفس الوقت انت لازم تشجع الجمعيات الاهليه على العمل الصحيح في بيئه امنه ومطمئنه وفي ظل بيئه تشريعيه صحيحه، لان دي الحكومه المصريه واي حكومه ما تقدرش تشتغل وحدها مهما كانت قوتها. الجمعيات الاهليه الحمد لله انه تم اغلاق الجمعيات التي كانت سند للمتطرفين والارهابيين، فاغلاقها ادى الى وجود فراغ، لازم انت تبنى بجمعيات وطنيه، جمعيات صحيحه وسليمه تقدم خدمات مختلفه للمواطنين. القانون لما صدر كان في بعض المواد الصعبه جدا ولقى يعني انتقادات اجنبيه كثيره، انتقادات اجنبيه بعضها مقبول وبعضها مش مقبول. بعض الناس يقول لك طب ما احنا مالنا ومال الاجانب ما يخبطوا دماغهم في الحيط. اذا انت مش محتاج الاجانب خلاص خليه يخبط دماغه في الحيط، لو انا محتاجه اشوف طريقه مثلى اتعامل بيها مع الدعم الاجنبي او المساعدات الاجنبيه في العمل الاهلي وبين امن القومي، الشرط الرئيسي الا يكون هناك اختراق او اساءه للامن القومي، هذا هو الموضوع. رئيس الجمهوريه كان واضح انه سيتم اعاده النظر في الموضوع، ايه هي الطريقه اللي هيتم بيها ده يعني ده هنشوفه في الايام المقبله. طيب الرئيس اتكلم عن جمال خاشقجي والقضيه بتاعته مقتله، قال احنا بنستبق الاحداث وانه في تحقيق بيتم في دولتين، وقال يعني ليه احنا دايما مع حتى بالحرف قال كده مع تخلفنا وتاخرنا الاقتصادي، لكن ده مش معناه ان احنا متاخرين مثلا في الجانب العداله او القضاء او التحقيقات. ايه مغزى الجملتين دول؟ هو بيتكلم عن قضيه مقتل جمال خاشقجي. نعم، هو طبعا تصريح الرئيس هو تصريح متوقع لانه ده يعبر عن الموقف المصري اللي صدر في بيان واضح من الخارجيه المصريه في اليوم اللي تم فيه اعلان السعوديه يعني ان جمال خاشقجي قتل داخل القنصليه السعوديه. ده يعني تاكيد على هذا الموقف ان مصر مع يعني تاسف وتعزي اسره جمال خاشقجي على في وفاته، وفي نفس الوقت ترفض تسييس القضيه واتخاذها ذريعه للاساءه الى المملكه العربيه السعوديه. كلام الرئيس هو كلام مسؤول، ما ينفعش ان انت تقول، يعني لانه حتى الدول الاوروبيه اللي ممكن يبقى فيها خلافات مع السعوديه بتقول لك انا ما اقدرش اخد قرار نهائي قبل ان يكون هناك تحقيق وادانه. يعني ما فيش في الدول، يعني ممكن انت كفرد كشخص ككاتب كمذيع
كإعلام تقعد في موقف كده وتتكلم فيه براحتك، هذا موقف شخص أو فرد أو محطة. لكن في علاقات الدول يفترض أنه تنتظر حتى يكون هناك تحقيق عادل ونتائج، وبالتالي وقتها تقدر تقول والله هذا الحكم كويس. طيب أستاذ عماد، ما يعني رأيك، ما الذي أتى به من جديد هذا المنتدى، هذا العالم، هذا العام، وما وجه الاختلاف بينه وبين العام السابق؟ المنتدى الجديد اللي فيه ان فيه عدد كبير جدا من الاجانب، ودي فرصه جيده طبعا انهم بيشوفوا مصر وبيسمعوا ويحتكوا، او الشباب المصريين يحتكوا بيهم. في نقاشات متحرره جدا في بعض القضايا. يعني النهارده في القصه بتاعت وسائل التواصل الاجتماعي، انا رايي ان دي واحده من اهم فيها كلام مهم قوي. نعم. طب بالمناسبه دي كلام الرئيس بانه لم نستطيع مجابهه ما يتم على شبكات التواصل، هل ده معناه انه نسلم بما يحدث ونحصن انفسنا، ولا ليه مغزى اخر؟ لا، هو التصريح المهم فيه هو تشكيل لجنه قوميه لكيفيه التواصل او التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، بمعنى انك انت بتشوف ايه هي الايجابيات وبتعظمها وتكسرها، وفي ايه هي السلبيات وتقدر تواجهها. وكان كلام اللي بعد كلام الرئيس قال ان احنا يعني دي مش معنى كلامنا يا اخواننا ان احنا هنقفل ده، لكن احنا بنتكلم على الجانب الايجابي. مثلا لولا هذه الوسائل مثلا تم التواصل مع 5000 واحد من بين 160,000 شخص بالزبط. قدموا لي المشاركه في المنتدى، واتكلم كلام كتير على اهميتها. لكن الكلام الثاني اللي هو قاله العميد خالد عفاشه، انه هذه يعني هو الراجل قال ايضا ان هي مهمه وان في حاجات مفيده، لكن خدوا بالكم انها تحولت الى ساحه ومرتع للارهابيين، لان لقوا فيها وسائل تجديد، عرض القضايا بتاعتهم، اختراق المجتمعات، معرفه نقاط الضعف والتسلل منها. ربما نكون نحن بصدد اعاده تقييم تجربه التواصل الاجتماعي في مصر، واتمنى ان احنا اي موقع حساب يحرض على الامن القومي او العنف او التطرف يتم التعامل معه باقصى درجات الشده قانونا. صحيح. لكن على الا يكون ذلك مدخل لاي اساءه لحريات الراي او تكميم لحريه الراي والابداع. بالضبط لانه بشكرك في غايه الاهميه، يعني نفرق بين الحاجتين دول. صحيح صحيح. شكرا استاذ عماد بن حسين، رئيس تحرير موقع جريده الشروق. طبعا من ضمن في لقطات طريفه الحقيقه، زي انه الرئيس النهارده يعلق على موضوع البطاطس، يعني في احد الاسئله وكان الكلام حوالين في ندوة كيف نبني قادة المستقبل، فكان الكلام حوالين دور التعليم والثقافة في بناء قادة المستقبل، فالرئيس قال هنسيب أزمة التعليم وندور على البطاطس. حقيقة لقطة لطيفة برضو بتؤكد على انه لا، ما فيش حاجة بتعدي كده، يعني في تقارير يومية قدام الرئيس، ايه اللي بيحصل، ايه الازمات، ايه الحاجات. فقال ساخرا هنحل مشكلة التعليم ولا هندور على البطاطس، هل هي ب 11 جنيه ولا ب 12 جنيه؟ وقال خلوا بالكم من بلدكم، البلد ما بتتبنيش كده. فعلا البلد ما بتتبنيش بالاستغراق في البطاطس او في الكلام عن صينيه البطاطس. نشوف كده هذا الجزء. هو ده علاقة التعليم والتدريب بسوق العمل، ده العالم كله هو ده شعاره. احنا لسه ما دخلناش هذا الشعار يا ريس، احنا لسه عندنا، وممكن الرئيس قال ده النهارده في احدى الورش، بلد شهادات، احنا لسه بلد شهادات. امتى بقى؟ ما هو الثقافة دي مش هتتغير الا اما الحكومة تحط خطة حديدية وخطوات واجراءات وقوانين وتنفيذ على ارض الواقع، انه الشاب اللي داخل يتعلم يبقى مقتنع انه عنده الاساسيات، لكن لما يجي يتخصص هيتخصص في حاجة انا عايزها، مش يبقى عندي مثلا خريجي حقوق بالملايين وانا مش عايز كل المحامين دول، مش يبقى عندي خريجي مثلا او زراعه مثلا، الزراعه بتخرج منها كتير قوي، بس احنا لا نزال نتعامل مع المهندس الزراعي لان للاسف في ادنى السلم الاجتماعي، مع ان انا رايي، انا شخصيا رايي المهندس الزراعي، انا شخصيا رايي انه اهم من الدكتور والمهندس والاعلامي، انا رايي ان المهندس الزراعي ده اهم شخصيه في المجتمع، وفي الدول الفرنجة يتعاملون معه وهكذا دواليك، يعني مهندس زراعي ده اللي هو هيزرع حاجة انا هاكلها،
او هتتصنع او هتتصدر. الوعي والثقافه دي هنجيبها منين؟ الحكومه تحط لنا مانيفيستو فاحنا نمشي، لانه الناس على دين حكوماتهم وحكامهم مش هيتغير بين يوم وليله. احنا كنا بنبص للفلاح يقول لك ده ابن فلاح. جت ثوره يوليو 52 عظمت من عبد الواحد. عايز اقول لكم حاجه بقى، اليومين دول بوستات شغاله بتنقص من قدر الفلاح، مع انه الفلاح هو اللي بياكلك. لولا الفلاح هتبقى عاله، هتبقى حضرتك عاله، هتبقى فضله على الشعوب والامم، هتاكل بالدين والسلف. الفلاح ده اللي بياكلك. طيب المهندس الزراعي هو اللي بيرشد الفلاح يعمل ايه، هو عنده الوعي والعلم. انما احنا للاسف ده في ادنى السلم الاجتماعي. الرئيس اتكلم عن موضوع قال مش هنطلع عليها السنه دي الموظفين لتدبير 130 مليار جنيه للتعليم. اتكلم برضو عن محتاجين، هو قال ده في الفيديو اللي فات 250 الف فصل بتكلفه 130 مليار. اتكلم عن التوك توك اللي احنا يعني البرنامج ده يعني لو اتعصر هيطلع كل 90% من الكلام عن التوك توك في مصر. نشوف كده. عايز ولاد الحقيقه الله يرحمه الشاب عبد الوهاب يسري اللي توفى اثناء الاعداد لمنتدى الشباب، ووجه كلمه لوالدته الله يرحمه. الحقيقه المنتدى النهارده كان فيه كلام كتير جدا، اتكلم حتى عن الاقتصاد، واتكلم على انه الحكومه بتشتغل في صمت من اجل تغيير الواقع الاقتصادي، واتكلم عن متحدي الاعاقه. وعشان العام 2018 عام متحدي الاعاقه، واحنا متبنيين هذه القضيه بعد كلام الرئيس عن متحدي الاعاقه، وزيره التضامن صرحت تصريح بانه هناك 5 مليارات جنيه ستنفق او ستصرف دعما نقديا من هذا العام الى 1.1 مليون من متحدي الاعاقه. هي قالت ذوي الاعاقه، انا بقول لها يا معالي الوزيره هم متحدي اعاقه، حقيقه احنا اللي معاقين، انما اللي محتمل اعاقته وقادر يعيش ويتحرك ويتكيف ويضحك ده متحدي، وده بيعمل معجزه. وانا بحيي كل متحدي الاعاقه في مصر لانهم عندهم اراده من فولاذ بجد. واتمنى انه يبقى اول رئيس قطره، يعني احنا صحينا في الربع الاخير من السنه يا دكتوره غدا يالي، بس ان تاتي متاخرا افضل من ان لا تاتي على الاطلاق. طبعا النهارده وزير الداخليه اللواء محمود توفيق قام بزيارة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بتراك الكرازة المرقصية ليعزيه في شهداء المنيا. الحقيقة أنا رأيي أن زيارة اللواء محمود توفيق لم تكن لتأتي إلا بعد أن قامت الداخلية بتصفية ال 19 إرهابي. يعني كان لازم الوزير الداخلية يحس أنه رايح، وهو بيقول له يعني الباقي في حياتك البقاء لله يعزيه، وهو واخد طار هؤلاء الشهداء. وزير الداخليه قال انه الحدث ده بيزيد المصريين تكاتفا وتآزرا، ومصر قادره بعون الله على ان تؤكد ترابط نسيجها الوطني، وايضا قادرين على دحر فلول الارهاب. وقال ان رجال الشرطه كانوا وسيظلون في تكاتف فريد مع جموع الشعب المصري العظيم، يسعون الامن الامن الوطن، وايضا يسعون لمسيره التنميه والازدهار. طبعا احنا قلنا امبارح انه كان اسرع رد الحقيقه لاخذ بصقر هؤلاء في تصفيه 19 معسل ارهابيه، واللي وجدوا معاهم عدد من البنادق الاليه والخرطوش والطبنجات والمخطوطات، وكانوا بيستعدوا للانتقال الى مكان اخر لارتكاب جريمه ارهابيه لولا ان داهمتهم قوات الشرطه الحقيقه ببساله واخذت صقر الشهداء. مره ثانيه انا بعزي كل الشهداء في حادث المنيا، والحقيقه برضو بشكر كل اللي بعتوا لنا على الصفحه يعزون اخوانهم المسيحيين في حادث المنيا. طيب احنا ممكن ناخد بعض الشكاوى يا استاذ محمد. طبعا من الحاجات برضو اللي تم الكلام فيها موضوع شبكات التواصل الحقيقه، والرئيس قال انه مش هنقدر مهما فعلنا ان احنا نقطع او نكمم او نقطع او نحاصر مواقع التواصل، لكن قال ممكن نوظفها ازاي بالوعي. والحقيقه دي فلسفه كل الشعوب الديمقراطيه، ان انت المنع ما عادش هو وسيله،
في بعض طبعا الشعوب المستبدة والديكتاتورية زي إيران مثلا، ممنوع انك انت تتكلم، ممنوع بيفتش كل كلمة بتكتبها على في اي حتة، انما مش دي الوسيلة. المنع نهايته سودة غالبا، المنع نهايته ثورات، انما الحوار هو وسيلة، وسيلة الامان، ان انت تكشف عن الافكار السيئة او عن الافكار التمييز او العنصرية او اي شكل من اشكال الاستقطاب. هو ده الحوار، المنع لن يؤدي الى شيء، الحوار والديمقراطية اللي بتؤدي لنمو الشعوب والمجتمع. ده اللي قاله الرئيس النهاردة في حضور باتريك وينسنت المعالج المعتمد والمدير التنفيذي لمركز ادمان الانترنت في السويد. وده بمناسبة برضو حاجة جديدة، يعني هما المنتدى جايب واحد مؤسس لأول مركز لمعالجة إدمان الإنترنت في العالم، مقره في السويد. يعني بقى مرض يا جماعة، اللي بيقعدوا على الفيسبوك 24 ساعة وعلى مواقع التواصل، ده إدمان النهاردة زي إدمان المخدرات. إدمان المخ بيطلع إدروفين ومدروفين ومواد كده، خليك مدمن قدامها، هتجري بسرعة، هيديني الجرعة. الجرعة إيه؟ إنك تقعد قدام الكمبيوتر أو قدام الآيباد أو قدام، عايز يا محمود ده إدمان يا محمود، خد بالك والله أنت يعني. فأنا معندي ناس مدمنة، فيعني هنجيب لهم الراجل باتريك وينسنت يعالجهم. طب العلاج هيبقى تابلت ولا هيبقى شرب ولا هيبقى إيه، حقن ولا هيبقى إيه؟ لا، العلاج كورسات، كورسات وعي، إن أنت لازم تاخد وعي، إنك تتدرب تتعامل، ما تقعدش 16 18 ساعة قدام الإنترنت، ساعات محددة، تاخد فواصل، تعمل حاجات تانية مهم جدا. احنا بقينا اسرى، احنا بقينا عبيد الانترنت والله العظيم. وده مرض في العالم. النهارده جايبين واحد في منتشر عام يقول لهم يعني ايه تتعالجوا منه، ازاي تستفيدوا ما تتضروش، مهم جدا. معانا كلمته يا ريس. لو انت بتقول عندك خمس بنات، احنا ممكن نساعد في جواز البنات، عندنا بعض الجمعيات الخيرية بتساعد في جواز البنات. هبة زايد بتقول عندي مشكلة، أرجو ابني دخل الجيش مصاب في قدمه، أرجو. ورسالة طويلة قوي. طيب أنا هتواصل مع حضرتك، بس هنعرض المشكلة الأول على إدارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة. مريم محمد، هي فين الشكاوى على الشاشة يا شباب؟ مريم محمد، إسلام أنت فين يا إسلام؟ مريم محمد بعتها تقول أنا محترم، بعد تحية التقدير نقدم إليك شكوى ضد حي الزقازيق منطقة أبو عميرة بسبب الازدحام المروري والتوك توك بيمشي عكس الاتجاه والباع الجائلين. طب صوري الحكاية دي يا أستاذة بعد إذنك وبعتها لي. الدردير المصري، أرجو اسم محمد، نحن موظفين شركة مية، نهار منزلي، نشدنا جميع المسؤولين في الأقصر منذ 11 شهر، نعيش في الخيم وكله بسبب الموظفين الإخوان وشاهد مش عارف إيه. أستاذ درديري بعت لي، لو أنت عايش في خيم بعت لي صور بعد إذنك، وقول لي بالتحديد بالتفصيل، انا مش فاهم مين السبب وايه وليه، بس بعت لي ده علشان وانا بكلم المحافظ او بنبعت للمسؤولين نبقى محددين ايه الشكوى. طيب اخد نشوه من القاهره. ايوه السلام عليكم. اهلا بيك، اتفضلي. عليكم السلام. اسكندريه حضرتك. من اسكندريه، اهلا بيك. يبقى الاسكندريه. اهلا بحضرتك. بص انا دلوقتي في مشكله معايا ومع والدي. تمام. دلوقتي والدي كان محطوط صورة اخويا بدون علمنا، لان هو كان بيعمل عملية قلب مفتوح من 8 سنين. تمام. من 8 سنين اتاخد صورته وهو طالع من العمليات وهو في العناية المركزة، واتحطت على علب السجاير بدون اذن والدي. يعني والدك اللي اتحط صورته على علبة السجاير؟ اخويا. صورة اخوك. احنا معانا الصورة دي يا شباب، طب نطلعها. هي دي يا استاذة، يعني الصوره دي بتاعت اخوكي ولا بتاع والدك؟ صوره ده طفل اخوكي. اخويا. اوكي تمام. ايه مين اللي عمل كده؟ الشركه من غير ما تاخد اذن والدي. تمام. فوالدي رفع قضيه على الشركه. تمام. تمام. فلما والدي رفع قضيه على الشركه، المحامي اللي كان متعاقد مع بابايا وكان رافع القضيه للشركه، قال والدي ان القضيه خسرت. قال لوالدك القضيه خسرت. قال لوالدي ان القضيه خسرت. تمام. فتكلمنا على الموضوع، لان والدي وصلني من المحامي القضيه خلصت ووالدي سكت. تمام حضرتك. تمام. بعد فتره كام سنه جه قابلين لوالدي في البيت وفي شغله وفهموا ان هو مرفوع عليه قضيه. والدي هو اللي اترفع عليه قضيه. تمام. فوالدي وكل المحامي الجديد، لان المحامي القديم اختفى. تمام. الله اعلم اخذ قسم عن الشركه الاولانيه واختفى ولا ايه اللي حصل، احنا مش عارفين ايه اللي حصل بالظبط.
ولسه السجاير دي بتنزل، يعني الصوره دي لسه بتنزل حتى الان؟ لا يعني بعد ما رفعنا القضيه على الشركه صوره اخويا اتشالت من على السجاير. تمام. انا اوكي، انا خليكي معانا وانا بناشد معتقد الشرقيه للدخان يا جماعه، مش كده؟ اللي هي يونيون ويسترن، صح؟ اعتقد هي دي. بس هاتوا لنا اي حد متحدث الاعلامي عندهم ولا اللي ماسك العلاقات العامه او رئيس الشركه، لانه طبعا ده انتهاك واضح للخصوصيه يعني. هنتابع معاك يا نشوى. اخد محمد من القاهره. محمد. يا راسل محمد، اهلا بيك يا فندم، اتفضل. انت فعلا فارس الاعلام، الله يعزك يا رب تكون افتكرتني. اتفضل استاذ محمد. انا ليا ابن دخلته زراعه لما قالوا الزراعه هتنهض والمفروض ان الزراعه انا ساكن في الزاويه الحمراء. بيركب ثلاث مواصلات عشان يروح الخصوص، ما فيش الا مدرسه في الخصوص ومدرسه في الجيزه للزراعه. يبقى دي بلد عايزه زراعه؟ لا، عندك حق والله. طيب يعني يركب على بال ما بيروح يكون هلك اكيد، ويرجع يبقى كل الشيخ، يبقى الشيخ سلامح جاي جاي عجوز يا حبيبي. والله العظيم بيبقى جاي تعبان مرهق. انا بتاع وزاره الثقافه حضرتك فاكر؟ ايوه صح 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 افتكرت. رغم ان مفيش حاجه اتنفذت لكن انا عارف قلبك معايا. الله يكرمك. وانت ساعدت كتير واتكلمت كتير لان انت راجل فنان. اقسم بالله انا بعتت للوزيره في مشكلتك ما يقلش عن اربع خمس مرات. عارف والله العظيم، والله العظيم. احتمال اكون يعني احتمال نسجل معاها قريب، هي وعدتنا ان شاء الله هعرض عليها المشكلات. احنا يعني وقفنا جنبها ونصطناها ولله الحمد. وقفنا جنبها. طب انت عايز حاجه بالنسبه لمحمد اللي هو في الزراعه دلوقتي؟ والله يا فندم انا بتكلم على الدوله، انا معاك متضامن مع حضرتك. انا شايفك بتهاتي على ان الزراعه تنهض والبلد تقوم والناس في وادي والرئيس في وادي. الحكومه في وادي والرئيس في وادي، هو بيقول انهضوا، هم يقولوا مدرسه واحده بس زراعه. ما يحط مدرسه صناعيه ثاني زراعه في الزاويه الحمراء، ما يشيل العربيات اللي محوطه الجوامع والمدارس ويحط جنبها حاجات تفيد الدوله. صحيح. بس انا عايز اقول لك محتله الجوامع، ما تخليش ابنك يسيب الزراعه، لان هي في ميزه ان هو اول ما يتخرج هيبقى له من حقه ياخد ارض في الريف في المصري المليون ونص فدان ويزرع، ده الوحيد اللي من حقه مباشره ياخد، فدي ميزه برضه. فان شاء الله يتخرج ويبقى عنده ارض كده ويزرعها لنا ويخبر الصحراء. بشكرك جدا يا استاذ محمد. عندي برضه من محرم بيك. مساء الخير يا استاذ محمد، انزل محرم بيه في اسكندريه وشوف منشار التوك توك. انا مش الرساله مش كامله ولا انتوا مش طابعين صح؟ شوفوا لي رساله اللي بقت محرم بيك ده. طيب مين معانا؟ محمد؟ مين؟ رجب من الشرقيه. اتفضل يا رجب. رجب، استاذ رجب، استاذ رجب، استاذ رجب، مين؟ طيب محمد من القاهره، اتفضل. محمد بيه، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. استاذ سعادتك بس تديني مساحه صغيره من اتفضل يا فندم. انا هحاول انجز في الموضوع يعني. ارجوك. ان شاء الله. انا عرضت من ثلاث اسابيع لحضرتك حاله راجل عنده غضروف وسكر، راجل مريض عنده 43 سنه. وقلت سعادتك عايز حد بس يعمل له اعانه لان الراجل قاعد ايجار ومهدد بالطرد من الشقه. حد بس. حضرتك قلت لي ابعت الورق على الصفحه. انا بعت الورق، الراجل بيصرخ يعني، الراجل خلاص يعني على اخره. وعلاج غالي. بعته امتى يا استاذ محمد؟ نعم. بعته امتى؟ بعته من حوالي 10 ايام. ممكن تبعته لي دلوقتي؟ ابعته تاني؟ بعد اذنك استاذ جورج. الطبيه والسكر وكل حاجه بعتها لحضرتك. شوف لي راجل محمد ده عشان خاطري، ويا ريت تطبع لي الورق بتاعه. ماشي، حاضر. عناية يا استاذ محمد، حاضر. انا عجبني قوي النهارده ان مدير مدرسه بالغربيه بدا يوم الدراسي بتنظيف بلوعه الصرف بالمدرسه. الحقيقه حاجه محترمه، مدرسه عزبه 100 هاشم للتعليم الاساسي التابعه لاداره سمنوت التعليميه. المدير محمد علم الدين بدوي مدير المدرسه قام بتنظيف بلوعات صرف الصحي بيديه وذلك بمساعده عدد مدرسي قبل بدايه طابور الصباح. طبعا ممكن يكون دي صورته يعني. ممكن حد يقول لك ايه؟ هي دي مش وظيفته. الله، هو مفيش صيانه للمدرسه. هو مش في سباك. هو مش في اداره تعليميه تبعت معرفش فني ايه يعمل ايه. خدوا بالكوا، ده منطق الكسلان. وده منطق عبده روتين.
لكن اللي عمله الاستاذ محمد علم الدين بدوي، طبعا انا كان نفسي يكون هو بينظف البتاع ده، او هو اكيد بيربط حاجه، انما كان نفسي يكون لابس جوانتي عشان يدي نموذج للتلاميذ. خدوا بالكم في اعظم دول العالم تقدما التلاميذ هم اللي بيصلحوا مدرستهم، هم اللي بيصلحوا السباكه، وهم اللي بيعملوا بينظفوا بيشجروا بيخضروا وبيعملوا كل حاجه. فالحقيقه انا بحيي هي الاستاذه شازه معانا ولا مشيت؟ طيب عايزين بعد اذنكم نبره يعني اتصلوا لنا بمحمد علم الدين بدوي، الاستاذ محمد علم الدين بدوي بعد اذنكم. مين معانا؟ محمد من القاهره، اتفضل يا محمد. عفتاح، في حاجه في المشكله في الصوت يا استاذ محمد يا حسن. استاذ عفتاح اتفضل. اتفضل، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك، اتفضل يا فندم. انا بعتذر حضرتك جدا، انت اعلامي متميز وبنعتذر ليك كلنا. حبيبي الله يكرمك. عايز اقول لحضرتك على حاجتين بسرعه. اتفضل. اول حاجه عندنا القمامه في كوستيكا حي المعادي، هي الشوارع محدش بينزل يشيلها. كوستيكا في قمامه بطريقه غريبه الشكل يا استاذ محمد. يا نهار ابيض. عايز اقول لك حاجه بقى، ايه رايك ان احنا عايشين اليومين دول في فتره جميله جدا، منتدى الشباب ده عامل شيء طيب وجميل جدا. وانا عايز اقول لشباب مصر الحلو ايه يا استاذ محمد؟ اتفضل. اسمعني. ايوه اتفضل. تسلم ايدك يا شباب مصر، تسلم ايدك، رافع دايما رايه مصر، تسلم ايدك. الهمه الهمه يا اولادنا، انتوا املنا وانتوا عمدنا، بيكوا هتعلى وتعلى بلدنا. تسلم ايدك يا شباب مصر، تسلم ايدك، رفعت مصر امانه في ايديكوا، خلوها دايما جوه عينيكوا، اقفل ايد والله يقويكوا. تسلم ايدك يا شباب مصر، تسلم ايدك، من حقك يا شباب تتغندر، تفرح في القرية وفي المنظر، وتهلل لله وتكبر. تسلم ايدك يا شباب مصر، تسلم ايدك، رافع دايما راية مصر، تسلم ايدك. يا رب يخلي لنا مصر دايما يا استاذ محمد. الله عليك. الله الله, الله. برافو يا عبد الفتاح، والله هايلة. برافو 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 عليك، انت بحبك يا استاذ محمد. وانا كمان، بس انت شاعر والله جميل، انت شاعر جميل. مع السلامة يا فندم، شكرا لك. اشكرك يا استاذ فتاح، والله كلام محترم. مكتب تموين البدلات ده أهلية، أحد الحقيقة المواطنين بعت لنا فيديو من جوه المكتب. نشوف يا جماعة حاجة مش طبيعية، مش آدمية. الحقيقة أنا بناشد السادة المسؤولين في وزارة التموين، السيد المتحدث الإعلامي، يشوف الصور دي. صعبة. ده في ناس متعلقه في السقف، ده مكتب تموين البجلات ده اهليه، احد المواطنين بعت لنا. شايفين الناس؟ شايفين المواطنين؟ شايفين الستات؟ ما ينفعش. انا بارجو السيد وزير التموين والساده المساعدين وزير التموين، وهم ناس يعني الناس بتشتغل وزي الفل، بس ما يردكوش هذا المشهد. ما يردكوش ان المواطن يعني ياخد حقه بالاهانه. دي اهانه، يعني ده الحقيقه ده اهانه وده ذل للمواطن. فانا بأتمنى من السيد وكيل وزاره التموين في الدقهليه ان هو ينزل بنفسه يشوف، شايفين الحيطان عامله ازاي والناس عامله ازاي. ما ينفعش والله، ما ينفع نهين ولاد بلدنا كده. برضو من الحاجات اللي جات لنا على صفحه البرنامج، مدرسه بكفر الشيخ، مدرسه 64 بالشرفه، فيها عجز مدرسين، ما فيش مدرسين في المدرسه. فالولاد التلاميذ نفسهم هم اللي زعلانين، عايزين يتعلموا ومش لاقيين مدرسين، فقاموا قرروا يروحوا بوفط يطالبوا وزير التربيه والتعليم ان احنا عايزين مدرسين. نشوف كده يا شباب، او اوريكم يعني على عينك يا تاج، نشوف كده اهو. ادي الصور في كفر الشيخ، الشرفة، مدرسة 64. وانا عارف ان الحقيقة محافظة في الشيخ الجديد راجل بينزل مكتبه في الشارع. اتمنى سيادة المحافظ تنزل مع وكيل التربية والتعليم في كفر الشيخ. شايفين الشباب كاتبين، تلاميذ كاتبين ايه؟ حرام عليكم، عايزين نتعلم، الحقنا يا ريس ولادك يستغيثون. دي مدرسة 64 الشرفة بكفر الشيخ، في عجز في المدرسين. بيقول لك ما فيش ولا مدرس موجود، تخيلوا بقى، حاجه ما حرام والله.
يعني انا عايز اتعلم ومش لاقي اللي يعلمني. ادي تلاميذ مصر يا وزير التربيه والتعليم. ناخد مين يا استاذ جريجس؟ محمد من البحيره. اتفضل يا محمد. السلام عليكم يا دكتور. اهلا بيك اتفضل. انا بشكرك يا دكتور ان انت اعلامي متميز وكلنا بنغادر عشان نسمع يعني كلامك، وبنشكر طبعا من مجهوداتك وبنعزي الشعب المصري كله في الحادث الأمين طبعا، وبنشكر السيد رئيس مجلس مدينه كفر الدوار. انا اسمي محمد عمر من كوم دفش. اهلا وسهلا. النهارده لكوم دفش وحضرتك دكتور محمد. اهلا. بعد انت طبعا كنت حضرت الصور بتاعتنا، انا كنت معتلك على الصفحه المأساة اللي احنا فيه. حصل. قسما بالله استاذ محمد رئيس مجلس مدينه النهارده كان مجبس رجليه وكان بيلف على المدارس وعلى المستشفيات في كوم دفش، وعرضنا له مشاكلنا كلها، واحنا بنطلب منه المزيد وان هو يعني يلبي طلباتنا، لان هو رئيس مجلس المدينه او المحافظ. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عاطلهم الصلاحيات كانه رئيس الجمهوريه. طب يعني الراجل نزل لما احنا عرضنا المشكله بتاعت القريه يعني؟ والله نزل النهارده يا دكتور، والله قسم بالله متجبس يا دكتور. الف سلامه عليك. المهم حل المشكله يعني بتاعتكم ولا لا؟ هو احنا عرضناها على حضرتك، عرضنا على المشكله عليه. تمام. وان شاء الله ربنا سهل ويحلها لنا. انا يعني انا معاك، واي حاجه ابعتها لي، واحنا لغايه اما تتحل كل المشاكل بتاع القريه. وانا بشكرك يا محمد. مين؟ ملاك من اسيوط. اتفضل يا ملاك. السلام عليكم. اهلا بيك يا ملاك اتفضل. انت من ضمن الاعلاميين المميزين وربنا يبارك في عملك يا رب. حبيبي الله يكرمك يا حبيبي. معاك ملاك من اسيوط تبع مركز ساحل سليم قريه الحبايش يا فندم. اهلا وسهلا. عندنا في محطة صرف صحي، واحنا طبعا مش هنقدر نتكلم عن الصرف الصحي عشان الصرف الصحي ده مشروع قومي ومحدش علينا ان هو ينجح بنسبة 100%. فاحنا حاليا دلوقتي عندنا المحطة نصها شغال، يعتبر بتخدم مركز البدار وفي مراكز ثانية من بعيدة مركز الساحة. ايه المطلوب يا ملاك؟ قول لي ايه المطلوب؟ حاليا دلوقتي العزبة اللي احنا قاعدين فيها يا باشمهندس يا استاذ محمد نسبة الناموس فيها جامدة خالص، ما حدش يقدر يقعد في البيوت. وفي نفس الوقت غير كده يعني ضرة الثروة الحيوانية عندنا بنسبة فظيعة. يعني كل المواشي اللي في البلد نسبة الأموات اللي فيها يمكن حوالي أكثر من 90%. يا لهوي ليه؟ من مرض الجلد العقد يا فندم. ما هو مرض الجلد العقد بيصد الناموس. يعني حاليا احنا دلوقتي مدمرين تماما، يعني حتى برضه نروح الزرع يعني على الساعة 5 العصر كده 6 من المغرب مش هنقدر نروح من الزرع من نسبة الناموس، يعني لو قعدت في الزرعة كده. طيب هو انت متكلم عن مشكلتين، الناموس والمرض العقدي اللي هو بتاع المواشي. احنا انا تواصل مع وكيل وزارة الزراعة في اسيوط. بس مرض الجلد العقدي برضه يا فندم سبب الناموس، محطة الصرف عندنا جريدة خالص، وبعتنا فاكسات ومحدش رد عليها. طب ممكن تبعت لي صور وانا اتواصل مع المحافظ. ماشي. بس انا طبعا بنصحك تزرع في نبات اسمه النيم اللي هو بيمنع الناموس ده، وكنا زمان في الريف عندنا بيزرعوه وما كانتش فيه ناموسة بتهوب. يعني كنا بنحارب باشجار، نحارب يعني حاجات البيئه دي بالاشجار وبالزرع. عارفش ايه اللي حصل، التقهقر اللي حصل في الزراعه المصريه، منه لله يشوف والي. اسامه من الجيزه اتفضل يا اسامه. مساء الخير يا مستر محمد. اهلا بيك يا فندم اتفضل. يشرفني ان انا مع حضرتك النهارده على الهواء والله جدا. خلي ازاي؟ تحت امرك. انا بس كنت عاوز اوصل عن طريق حضرتك يعني اللي حصل عندنا في المريسيه في الهرم. احنا كانت اسبوع صلاه الفجر امبارح اللي حصل ان في اثنين حراميه دخلوا غرفه الكابلات اللي هي بتغذي العماير عندنا وكسروا باب الحديد ودخلوا. طبعا هو حاول يشيل الجريده النحاس اللي هي بتبقى الجريده النحاس دي بتبقى حاجه مشترك كده بيركب عليها الكابلات. علشان توصل الكهرباء للعمال. طبعا هو لازم عشان يشيل الجريده دي يرفع الكابلات من عليها. فاول حاجه رفعها كان الكابل. سامع حضرتك بعت لنا الصور بنعرضها على الشاشه دلوقتي. دي صور ايه بقى؟ دي صور العماره؟ دي صور العماره والشقق اللي حصل فيها بعد ما هو رفع الجريده الارضي الكابل الارضي. ده ادى لارتفاع ضغط الكهرباء. طبعا هو مين ده؟ حرامي يعني ولا ده؟ اثنين حرامية. يعني اثنين حرامية راحوا يسرقوا محاولة كهرباء في المريوطية بالظبط، فعملوا المصيبة دي في العمارات. في العمارة طبعا الناس اتأذت، الشقق اتحرقت، الأجهزة كلها باظت اللي في العمارة. العمارة مكونة من 19 دور. يا نهار أبيض، مفيش حد فاهم من اللي حصل في ده. في شارع ايه يا باشمهندس أسامة؟ في شارع ايه؟ ده المريوطية هرم جنب استوديو مصر على طول. يا ده في حتة حيوية جدا. طبعا.
بكل ده بسبب ان اثنين لصوص بيسرقوا المحول الجريده النحاس الجريده النحاس بتاع يا نهار ابيض ده اللي بيحصل ده وبعدين حد حصل له حاجه؟ طبعا في ناس اتخنقت في الشقة وجت طبعا يعني الحمد لله ان كانت استجابه القواعد الداخليه او الاسعاف او المطافي كانت الاستجابه سريعه فده الناس جت ولحقناهم وكسرنا الشقة الناس اللي كانت نايمه اوريدي مش حاسه بالحريق غلط يا نهار ابيض فكسرنا الشقة عليهم وطلعنا الناس وجت طبعا اللي راح المستشفى واللي جت النيابه بعد كده اخر اليوم عشان تشوف الواقعه بنفسها فالموضوع يعني الحمد لله يعني عدت على خير بس طبعا انت شايف يعني التقي هذا يعني ايه اللي يمنع عدم تكراره مره اخرى؟ طبعا الخباين دي لازم تتامن بطريقه يعني باسال بنوع ما يتكسرش بالسهوله دي واحد اثنين طبعا الانتشار بتاع يعني انتشار الداخليه في الحته دي بالليل زي بره مصر الباترول او الدوريات اللي بتلف بالليل دي حتى لو هو الحرامي يعني لازم يبقى عنده احساس ان هو في اي لحظه ممكن يتقتل او ممكن يتشاف لكن المناطق دي بالليل بتبقى هوست خالص فطبعا كل واحد راحته عمالين يدخلوا في يعني حتى يعني العماره بالمصري بخصوص يا باشمهندس ولا لسه؟ طبعا قفلنا ما هو الحادث عندنا شعبان احنا لما ابتدت الكهرباء تلعب بنكلمه فجري براحه على الاوضه لقاهم فقفل عليهم الباب جوه الله ده عمل دور بطولي والله والله يا شعبان باشمهندس اسامه يعني الحمد لله على السلامه والحمد لله على سلامه كل في المريوطية الله يسلمك يا استاذ محمد واحنا سعيدين جدا ان احنا تواصلنا معاك النهارده وحياه قدوه لينا كلنا يعني ربنا عالم تحت امرك والف سلامه والحمد لله على سلامتك وكل العائل والاسر اللي موجوده عندكم يعني شوفوا العبره من الموضوع ده هو الحمد لله انهم مسكوا اللصوص ناس وصلت بيها انها بتسرق النحاس من كابلات الكهرباء من المحول فيدمر منطقه يعني يدمر شقق ويعمل علشان الفولت علي مش عارف من 220 لكام بقى 300 وكام فالاجهزه اتحرقت طبعا الداخليه مش هتوقف عسكري على كل محول الكهرباء مش هينفع مفيش كده في العالم يعني انما انا بطالب الدكتور محمد شاكر المحترم مهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه انه يبقى في وسيله ثانيه يا سيدي اعمل كود لكل محاول ما يفتحش الا بيه يبقى باسورد يبقى يجي الفني اللي بيفتح المحاول ما يعرفش غيره يعني في طرق كتير لانه الحاجات النحاس اللي بتغطي المحاولات او الكابلات للاسف بتتسرق وبتتباع بفلوس فركب كاميرات تعمل يعني في مليون حاجه انما مش هقدر برضو كل انا كل شويه الوم الداخليه وهتوقف عسكري على كل محول مش هينفع اخد ام احمد من الغربيه اتفضلي يا ست ام احمد السلام عليكم عليكم السلام اهلا بيك ازيك يا فندم اهلا يا فندم اتفضلي فندم السلام عليكم اهلا وسهلا اتفضلي سامعك اتفضلي اتفضلي يا فندم سامعينك اتفضل منك طلب يا استاذ محمد اموريني انا من طنطا الامر لله وحده اهلا وسهلا انا ربيت ولادي يتامى والحمد لله جوزتهم والحمد لله والشكر لله كنت بشتغل عليهم وربيتهم تربيه كويسه ومعاهم شهادات وكل حاجه البنات يا ربنا يسيبك خير الجزاء كتر خير ربنا يديك الصحه يا رب وكنت بشتغل عليهم بايدي وبرجلي وكل حاجه والله يا استاذ محمد دلوقتي بنتي كبيره ابنها جوزها توفى وعندها ابنها عندها اثنين واد وبنت البنت في الاعداديه والولد الولد عنده ضمور في المخ لازم امه اللي تقعد معايا ولازم انا اشتغل برضه عليهم انا راضيه ان انا لو هصحى اشتغل ايه المطلوب يا ام احمد قولي لنا المطلوب يا حبيبي ان انا عايزه رخصه كشك من المحافظه الغربيه مش عارفه ادخل له خالص حاضر يعني انا امد ايدي يا جماعه لا انا بعتك ليه الاسبوع ده خليكي معانا حاضر بس جهزي بس صوره بطاقتك بس بعد اذنك خد تليفونها يا استاذ جلجل عبد المنعم من الفيوم اتفضل عبد المنعم عبد المنعم استاذ محمد حسن يعني في دبانه كده انا مجننني يعني انا مش عارف اجيبها كده تيجي كده اجيبها يعني اعمل ايه يا استاذ محمد استاذ هيثم عندك استاذ بيومي عندك طب هات لنا اي حد على الهوا كده يشيل الدبانه دي من هنا بعد اذنك بجد انا اتخنقت يعني طيب خدوا بالكم بقى احنا جايين داخلين في الشتاء ان شاء الله فاول بوادر الشتاء ظهرت في مركز ومدينه الزرقاء بمحافظه دمياط
امطار ونزلت يعني مش عايز اقول سيول لكنها بهدلت الشوارع وبوظت مش عارف بلعات مش عارف الصرف الصحي. انا بس نفسي بقول جملة ورسالة للسيد وزير التنمية المحلية وانا عارف ان مش ذنب حضرتك ان انت جاي على بنية تحتية مغترئة، بس انا نفسي تعمله من دلوقتي كده ايه سيد التنمية المحلية مع المحافظين لجنة طوارئ عشان الشتاء، الشتاء اللي جاي هيبقى صعب زي ما بيقول خبراء الارصاد، مش بس السيول خرات سيول. طبعا رقم واحد ان حضراتكم كحكومة تتأكدوا من سلامة مخرات السيول والسدود اللي بتمنع او بتحول مجرى السيل، لان السنة اللي فاتت انا رحت صورت في اسمها ايه يا جرجس كفر الجارح ولا اسمها ايه الحاجر مركز سجلطة، وجرجس اخويا الصعيدي يعني بيتكلم خلاص يا عم مش هعرف اقولها زي ما انت بتقولها والله خلاص سجلت وخلاص ماشي. فلقينا البتاع متكلف من 10 15 مليون اللي هو السد اللي بيمنع مخرج السيول و رمل، فعشان كده القرى كلها يا عيني غرقت والبيوت غرقت، وصورنا ده السنه اللي فاتت كان معمول بالزيف والتضليل والكذب والتزوير بالرشاوه، فطبعا المنى ولا الماده اللي معمول منها تافهه جدا فغرقت الدنيا ومتكلف. حد قال لي 10 مليون وحد تاني قال لي 15 مليون ده سد واحد او عند مخر السيل. فعايزين يا وزير التنميه نعمل تشيكن كده ونشوف تاني تشيك كده ولا نشوف ايه المخرات السيول. تاني حاجه بقى نشوف بلعات الصحي خصوصا في المدن الساحليه، يعني من اول كده بورسعيد دمياط وراس البر وايدكو النشيد والبرول اندري الشمال مصري ده بيغرق كله والشوارع بتبقى وحله طينه ومستنقعات. فارجو زي ما المحل مش زي ما حصل في اول امبارح في الزرقاء فجاه الدنيا غرقت واحنا ما حسناش معانا الصور يا شباب. طب طلعها لي كده يعني اقول لكم بقى على الجانب الاخر بقى في بلاد الفرنجة في بقى جزر، في جزر في البحر المتوسط زي فينيسيا زي البندقيه زي جنوب ايطاليا في سيول بتحصل، لكن شوفوا الارض لانها معموله صح. ساعه ما نزل الميه كان في متر ميه والناس شغاله وبتاكل وبتشرب. فين يا شباب الحاجات دي؟ ورينا كده بتاعت دمياط او بتاعت حتى البندقيه الفيديوهات او الصور اللي عندك نشوف كده. بس ده مش في دمياط. يعني خدوا بالكم ده كان في جده من كام يوم في السعوديه. في بقى في البندقيه هتلاقوا الناس واقفه تاكل وتشرب وتشوي وتوزع وهم في الشارع عادي اهو. شايفين المشهد ده؟ شايفين عادي الميه، لكن هتلاقوها في نهايه الفيديو الميه اتشالت ببساطه لانه في بنيه تحتيه مظبوطه والناس قاعده على الترابيزات زي الفل مفيش مشكله. دي في البندقيه. وبياكلوا بيتزا والناس ماشيه زي الفل مفيش اي مشكله. ارجع لي يا استاذ محمد. اوكي. اقول لكم برضو النهارده اول صور نزلت لي في حادثه هزت الحقيقه برضو
موقع التواصل محامي قتل زوجته بطعنات كتير جدا جدا مهما كانت الخلافات يعني. انما وطبعا تركها والجريمة هزت الحقيقة الناس في الشرقية والمباحث اسم اول الزقازيق وعلى رأسهم الرائد حسين ابو رئيس المباحث قام بالقبض على المحامي قاتل زوجته بعد 24 ساعة فقط. هي سيدة تدعى أميرة نشب بينها وبين زوجها المحامي أيمن خلاف يعني الحياة قتلها بطريقة بشعة جدا بعدة طعنات. دي أول صور تنزل له الجريمة دي هزت الشرقية كلها. مين معنا يا أستاذ؟ طيب أخد خضر من الغربية. أستاذ خضر أهلا بيك. أستاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم أهلا وسهلا. حضرتك حضرتك إعلامي متميز ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب. الله يكرمك فندم. إحنا وأنت اتفضل. حضرتك أنا مشكلتي حضرتك أنا عندي 60 سنة وعلى المشي. أهلا وسهلا. وبتعالج من السكر. ألف سلامة. وعندي وعندي ابني الوحيد عامل عملية غضروف. بقاله 7 سنين وربطت عليه. وطالبين 15,000 جنيه عشان يعملوها لي. مين اللي طالبين؟ مراتي بتغسل كده. بقالها 7 سنين في مستشفى المحل العام. ألف سلامة ألف سلامة. أنا إحنا أسرة متدمرة. ربنا يعافيك يا فندم. ده حضرتك أنا عندي دوالي بقالي سنة وعملت قرحة في الساق اليمنى. ورحت التأمين بقالي سنة بجري عليها. رحت التأمين ادولي 3 جوابات لمستشفى الجامعة والمجمع الطبي والمستشفى الفرنساوي في طنطا. التلاتة رفضوا وقال لك العمليات موقوفة ومعايا الأوراق مختومة. طب يا عم ده في حاجة اسمها مبادرة 100 مليون صحة يا فندم. حضرتك أنا معايا الأوراق مختومة إن العمليات موقوفة. ما رحتش للمبادرة؟ روح المبادرة فين؟ أنا بقول لحضرتك رحت 3 مستشفى. طيب الجامعة في طنطا. طيب هي فين يعملوها؟ يقول لي العمليات موقوفة. طب أروح فين؟ مين اللي قال لك؟ نعم مين اللي قال لك العمليات موقوفة؟ المدير هناك حضرتك ومعايا الأوراق مختومة. طب ما تبعت لي صور منها. طيب يا أستاذ خضر. نعم بعت لي صور منها النهاردة وهنرد عليك بكرة بعد بالكتير. بعت لي بس صور منها. أنا بقول لحضرتك الأوراق معايا مختومة. صور منها موقوفة. صور بعد إذنك منها. بعتها لي على الصفحة بعد إذنك. حضرتك عشان أروح لدكتور خصوصي عايز. لا لا مش مطلوب تروح لدكتور خصوصي. ده واجب الدولة انها تعالجك. ويعني انا قلبي معاك طبعا ربنا يعافيك ويعافي اسرتك. بس ابعت لي صور المختومة دي على صفحة البرنامج بعد اذنك. طيب اخد من حسن من الغربية برضو. حسن اتفضل. اتفضل يا باشا. اهلا بخير يا استاذ. اهلا بيك ازيك حسن اتفضل. اهلا بحضرتك. دلوقتي انا عندي مشكلة في الغربية مش اتراي. في بحر اسمه بحر سيف بدي من بلد اسمها كفر سليمان. الماء واخد ما اخذ من ترعه رئيسيه بيغذي حوالي 10 كيلو اراضي زراعيه. اهل كفر سليمان اعتادوا على المأخذ ده وخلوه بدل ما كان عرضه 25 متر بقى عرضه 60 سم. فده بيأثر على الميه. فاحنا بنطالب بحفظ الغربيه ان يتدخل يشيل الازالات ويشيل ويوسع الترعه حتى نقدر نلاقي ميه للزراعه بتاعتنا. ان الارض عطشانه جدا وهنضطر يعني نبورها. انتوا زارعين ايه يا حاج حسن؟ نعم زارعين ايه؟ زارعين عندنا كنا زارعين القمح وزارعين البندر وزارعين الذره. طب كويس سلعه استراتيجيه. طب ممكن تصور لي الحته الجزء ده بس وتكتب لي تحت الصوره المكان بالظبط؟ مكان كفر سليمان. عندك حد يصور لنا الارض بس وبعت لنا على الصفحه بعد اذنك. بس يا حضرتك تناشد بس محافظ الغربيه لان كميه انا مش هناشد. انا هكلمه مباشره بس ابعت لي الصور بعد اذنك. هبعتها لحضرتك. بشكرك. عبد لطيف من البحيره اتفضل. عبد لطيف السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام اهلا بيك اتفضل. ازاي عليك ربنا يجعلك في خير دايما يا رب. توصلك الله يخليك. بالله عليك اطلب وجوفك بجنبي الله يفك شر المرض. امرني يا فندم. ربنا يخليك. انا كفيف واخويا كفيف واختي كفيفه واختي الثانيه كفيفه. رحت منقدم على العربيه تبع المعوقين لمجد المعوقين بمرافق ان هي تكون مرافق يا زوجتي يا زوجة اخويا يا حد من عيلتي. انا طبعا 4 كفف يا دكتور طبعا. بنروح طبعا ضغط العين بيني وبين دمنهور 35 كيلو واقرب مستشفى عشان نجيب ضغط عيني لان انا عندي مرض على عيني بيني وبينها 35 كيلو. بنتبادل يا دكتور في المواصلات طبعا. نروح قال لك عشان تاخد عربيه بمرافق يا تاخد تاشيره من وزيره التضامن ومش عارف نوصل لها يا تجاوب محامي والمحامي عشان يقول له دكتور عاوز 30,000 جنيه. طب ليه المحافظ فين؟
ايه؟ محافظ فين؟ ما هو قال لك لا ده المحافظ ملوش تدخل في الحاجة. بالعكس لا ده ليه تدخل وتدخل. طيب عايزك تبعت ارقام البطاقات بتاعتكم بعد اذنك وما يثبت ان انتم مكفوفين. ماشي حاضر بتاعتك تبقى بجنب. الله حاضر يا فندم حاضر. سهير من المنوفية اتفضلي يا سهير. مساء الخير. اهلا بيك يا فندم اتفضلي. يا استاذ محمد احنا في حصه مليج منوفية رئيس الوحده المحليه بتاع حصه مليج بيبني القمامه في وسط الاراضي الزراعيه حته ارض 3 متر فوق وانت مش متخيل القمامه بتولع وبيجيبوا لها المطافي ورحنا له 1000 مره ونقول له ما يصحش الكلام ده يقول له هعمل ايه العربيات بتاعه الزباله وعايز ابعت لك الصور منظر فظيع. ابعتها لي او في فيديو برضو يا ريت يعني يكون افضل. ماشي ابعت لك ازاي صفحه برنامج صح النوم المخرج هيطلع لنا على الشاشه حالا. بشكرك يا ستي سهير من المنوفيه. ياسر من الشرقيه اتفضل يا ياسر. الو السلام عليكم يا استاذ محمد. اهلا بيك اتفضل يا استاذ ياسر. تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بيك. اولا انا بكلمك من محافظه الشرقيه ومن تحديد مركز الحسنيه ومن خلال شكوتي برفع صوتي للسيد مدير الرابطه الاداريه. في فساد كبير جدا. مركز شباب الحسنيه حضرتك ده في مجلس اداره عين جديد بالانتخابات. اولا رئيس مجلس اداره شباب الحسنيه ده كان مرشح برلماني قبل كده واستبعد لانه كان في تحليل المخدرات يعني استبعد من تحليل المخدرات. فنيجي في انتخابات مجلس الاداره دلوقتي بيعمل ايه حضرتك؟ عمل فرح وخد فلوسه بدون علم مديريه الشباب والرياضه. وكسر المدرجات دون قرار ازاله من الشباب والرياضه. وحضرتك اصبح مركز الشباب بيشربوا فيه ناس بانجو ومخدرات 24 ساعه. اراح بتتعمل ده كلام خطير يا استاذ ياسر. انا بقول لحضرتك بلاغ للسيد النائب العام والرقابه الاداريه في فساد في مركز شباب الحسنيه المطور. المدرجات حضرتك تم ازالتها دون اي اختار لا من مجلس مدينه ولا من مديريه الشباب والرياضه بالشرقيه ولا بالجمهوريه. وبعتنا للواتس على الواتساب الخاص بالسيد الدكتور وزير الشباب والرياضه قال هقابلكم وابعت لكم ما حدش عبرنا. وكيل وزاره الشباب والرياضه بالشرقيه ما حدش عبرنا. في فرح حضرتك اتعمل بحوالي 4000 جنيه وده ما دخلش للخزينه بتاعت مركز الشباب. وان الجمعيه العموميه لمركز الشباب رافعه اواضي وماشيه حاولت توصل للساده المسؤولين. مفيش حد من الشباب والرياضه بيفيدهم ولا حتى الدكتور اشرف صبحي. لما حضرتك يصدر قرار عشوائي من مجلس الاداره الجديد ده مكسر مدرجات مش مفروض موافقه مجلس مدينه طبعا. مش مفروض موافقه مدير الشباب والرياضه. لا ده كلام خطير. بس ده حصل اثناء وجود الدكتور اشرف صبحي ولا قبل؟ حاليا وعبد العزيز المرحلي اسمه عبد العزيز المرحلي رئيس مجلس اداره الشباب والرياضه بالحسنيه. هو بس له حق الرد عشان مش موجود. المرشح يا استاذ محمد. طيب تمام. المرشح للانتخابات واستبعد في تحليل المخدرات مستعد تحليل المخدرات. انا برضه له حق الرد الكلام ده على مسؤوليتك. انا بشكرك بس ابعت لي صور لو عندك صور لان انا بخاطب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. الكلام ده خطير جدا. مركز شباب الحسنيه المطور تم تعديله وبيتم تاجيره للافراح حسب كلام المتصل وارجو التحقيق في هذا الموضوع يا دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. طيب معايا المهندس محمد غنيم اتفضل يا باشمهندس. يا مساء الفل. اهلا بيك يا فندم اتفضل. وعلى المستمعين الافاضل الله يخليك. وبرنامج الواضح الصريح بتاع صح النوم ربنا يكرمك اتفضل يا فندم. الله يقلك. باسم 9.5 مليون او 9 مليون واحد معاش الناس المنسيين بين طالب الى 15 مطلب ولينا التماس بسيط لرئيس الجمهوريه انه ما ذكرش حتى اصحاب المعاشات بتاعت ما احنا اللي قلنا احنا عايزين الراجل العاقل الراجل المحترم شبيه بوتين وشبيه مسجد العظماء عشان يخلي مصر ينقلنا لمصف في قانون بيتعمل دلوقتي يا باشمهندس محمد. يا سيد الفاضل يا سيد الفاضل صاحب المعاش النهارده بيئن جوع. نعم معاك طبعا. صاحب المعاش النهارده ليه 784 مليار جنيه. يعني بما يوازي 12 او 14 الفلوس اللي خدها يوسف بطرس غالي. لا يا بيه بص بطرس غالي ما خدش حاجه.
يعني هو دار خزانة وكارتن عليه يعني. طيب ما نقولش خزانة بقى، يبقى ما فيش قانون، ما فيش الدستور اولا بيمنع ضم الاموال الخاصة للموزع العام، عشان بس نرتاح ونقول ده خد وما خدش. عايزين نتكلم يكون متخصص في الكلام ده، يكون فاهم عشان ما نقولش ايه ونسر الكلام. طب انتوا مش بتعمل لكم قانون دلوقتي وفي قرار اللي هيطلع يا سيد الفاضل؟ القانون ده بيتعمل للي هيطلع بعد 30 سنه مش ليا انا. ليه؟ بالعكس، بس ما نغلطش بعض. انا لجنه استماع، لجنه استماع القانون ده مفروض يكون فيها على راسها خمسه عظماء من بتوع التامين الاكتواري، اللي هم على راسهم الدكتور احمد حسن البرعي اللي هو الوزيرين السابقين طبعا، وعلى راسهم الراجل الفاضل اللي عمل القانون عايش لسه موجود قيد الحياه، الدكتور سامي نجيب اللي عمل قانون 79 لسنه 75. الراجل ده اللي عمل القانون ليه متجاهلينه؟ مش عايزين القانون، انا مش عايز قانون، انا عايز اعدل ارقام في القانون. انما ادمر قانون يبقى انا بدمر 780 مليار وبدمر 9 مليون. طب بس ما انا ده الموضوع ده محتاج الحقيقه نقاش طويل، وعايزك عندي نتكلم في التفصيل. احنا بنقول المفروض يكون الدكتور البرعي موجود، الدكتور سامي نجيب موجود، محمد ابراهيم، الدكتور محمد ابراهيم مرجان، دول ناس اكتوارين تامينات يكون موجودين. طيب بعد اذنك انا زملائي هينسقوا معاك، لان الكلام محتاج تفصيل وفي كلام كتير ومعلومات الحقيقه محتاجين نعرفها، فزملائي هينسقوا معاك نعمل حلقه الاسبوع الجاي. بس انا عارف ان في دلوقتي مشروع متقدم بانشاء مجلس اعلى للمسنين. الحقيقه مش عايز اقول اضرب مثل دايما بالامارات، احنا بنضرب مثل بكل حاجه متقدمه دلوقتي، عندنا دوله عربيه بيضرب بها المثل في كل حاجه متقدمه، يعملوا قمر صناعي ذو طبيعه خاصه، بعد 10 سنين مش هيبقى فيه حد بيسوق عربيه، كله بالروبوت والريموت. عاملين مجلس اعلى للمسنين، عملوا وزاره العاده، يقبلنا يا رب. مجلس اعلى المسنين في الامارات بيدي اوبشنز ومواصفات وامتيازات رهيبه لمن بلغ سن السبعين. اتمنى النهارده في مصر يبقى في مجلس اعلى المسنين يطلع قانون يدي لهم حقهم. يعني احنا اتكلمنا في موضوع كتير، ده ابسط حاجه تعطى للمسن الذي يعني اعطى شبابه وزهره شبابه لهذا البلد. مين يا شباب؟ احمد من الاقصر، اتفضل يا احمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك، بس في عجاله عشان انا عندي رسائل كتير قوي عايز اقراها. اتفضل. ماشي يا استاذ محمد، بس عشان دي مشكله، والله مشكله عامله جالك هنا في الاقصر، حكايه المواليد الجدد في بطاقات التومين. انا قدمت بطاقه التومين للمواليد الجدد، اتفاجئت يقولوا لي رقمك مرفوض علشان اسم التليفون مش بصاحب، مش انا يعني. ازاي انا عامل عقد الخطي واتصلت بخدمة العملاء قالوا اسمك مسجل من 2008، انا مش عارف اصدق خدمة العملاء ولا اصدق وزارة التومين. طب انا ازاي يعني ده الخط باسمي ومعايا العقد بتاعه وبعد كده يقول لي مرفوض؟ طب اترفض ليه انا يا استاذ محمد؟ ابعت لي صورته يا عم احمد، واحنا هنتواصل مع الاتصالات حاضر ونشوف لك المشكلة، بس ابعت لي صورته وارجوك على صفحة البرنامج. ناصر من الدقهلية، اتفضل يا ناصر. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بيك. حضرتك احنا اتكلمنا مع حضرتك قبل كده مرتين او ثلاث مرات. احنا قريه بين مركز المنزله ومركز المطريه الاهليه. حضرتك احنا قريه تعداد سكانها حوالي 7000 10000 بني ادم. القريه الوحيده الموجوده في مصر ما فيهاش مدرسه ابتدائي. اولادنا بيجيبوا نص ساعه على الاطفال عشان يوصلوا لاي مدرسه ابتدائيه عشان يدخلوا فيها. احنا اكثر رتبه نزلت لنا القرية من 400 سنة للنهاردة غفير، محدش عارف احنا فين ولا احنا ساكنين فين. جالنا اعضاء مجلس الشعب اثنين، واحد اسمه محمد العثماني من مركز المطرية يوم الانتخابات، واحد اسمه علاء عساسة من مركز المندلة، وقالوا لنا هنعمل لكم وهنسوي لكم وهنجيب لكم وهنسوي لكم، واقسم بعز الجلال الله احنا ما شفنا الناس دي من يوم الانتخابات لحد النهاردة. كالعادة. وعايزين واحدة وعايزين واحدة صحية، واحدة صحية بس ان احنا نتعالج فيها او ناخد فيها حقنة او كلام من ده. واحدة صحية ومدرسة ابتدائي لأولادنا. مفيش حد بيسأل فينا. هي تبع الدقهلية؟ قرية دار السلام المنزلة الأهلية. احنا بين المنزلة والمطرية. تمام. مفيش مشكلة بلد يا أستاذ محمد. طيب حاضر. أي حد، أي مسؤول. مخاطب محافظ الدقهلية حاضر، هنبعت له الشكوى بالتفصيل وإن شاء الله تتحل بإذن ربنا. إبراهيم من الغربية، في عجالة إبراهيم كده عشان الوقت. إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا ابراهيم. ازي حضرتك؟ معاك ابراهيم النجار من المحله الكبرى. اهلا وسهلا.
بكلم حضرتك انا بخصوص نادي بلدية المحلة. احنا حوالي 2000 عضو. عملنا عضويات في نادي بلدية المحلة منذ اكتر من 2 و3 و4 سنين. دلوقتي جايين يمنعونا من تجديد العضوية. ليه؟ بحجة ان الفلوس ما توردتش لخزنة النادي. طب يا جماعة احنا طلعنا كرنهات من النادي ممغنطة بتفتح البوابة الالكترونية وكل حاجة. قدمنا شكاوي في كل الجهات. مديرية الشباب والرياضة توعدنا ليها في الفنطة توعدنا بحل الموضوع في خلال 10 ايام. مفيش اي حل. في تعتيم كامل على الموضوع. مش عارف بصراحة الحل منين. فانا بتوجه باستغاثة لوزير الشباب والرياضة يعني بصراحة ينقذنا من الموضوع ده. 2000 عضو ب2000 اسرة. فحضرتك يعني حاجة غريبة. يقول لك ابعت لي صورة من الترنيه وصورة من تاريخ العضوية على صفحة البرنامج واحنا هنتواصل مع وزير الشباب الرياضي الدكتور اشرف صبحي. معايا حضرتك اكتر من 100 عضو. ابعت لي صورة نماذج بس نماذج من الناس دي بعد اذنك يعني. وانا هنكلم الدكتور اشرف صبحي. يعني عايز اقول لكم النهارده مثلا في محافظه المنيا كان في يعني زياره مفاجاه لمركز ملاوي. وجدوا مفيش ادويه مفيش اطباء مفيش ممرضين. واللواء قاسم حسين محافظ المنيا حول كل المستشفى الموجوده للتحقيق. يعني اعتقد ان اي محافظ هينزل لاي مركز طب او مستشفى او مستشفى بعيد عن العاصمه هيلاقي الوضع ده. وده انا بهديه لوزيره الصحه الدكتوره شيرين اللي زعلانه مننا عشان احنا بنعرض يعني بتقولك صح انهم بيعرض الجوانب السيئه. لا ما احنا اتكلمنا عن الجوانب الايجابيه يا دكتوره. اتكلمنا عن المبادره واتكلمنا عن العمليات الحرجه اللي دخلت قوائم واللي تم الغاء قوائم الانتظار بشانها. يعني انتوا كويس بنقوله لكن مش هنقدر نسكت عن يعني مركز طبي او مستشفى بتعالج مجموعه من المواطنين او شعب قرى وما فيش حد فيها. ما فيش لا دكتور ولا طبيب ولا ادويه ولا ممرضه ولا ولا ولا. اهالي قريه نفيشه بكوب بمنطقه الاسماعيليه بيستغيثوا بينا. ورينا الفيديو كده يا استاذ محمد عشان في كوبري بيبقى يعني اللي يعدي عليه بيقع. نشوف كده الفيديو ده يا استاذ. المشهد ده احنا من امام صال الربيعة في التابعة لقرية ابو سلطان. طبعا احنا اتكلمنا كتير على موضوع الصلاة وخطورتها على الاهالي وعلى طلاب المدارس وعلى تلاميذ المدارس والحضانات. تمام. الارسال ده بيربط بين الحل بين الشق اللي هو الشرقي الغربي والشرقي. تمام. بيربط ما بين الضفتين. تمام. النهارده لسه حابس حالا دلوقتي واحد راجل يعني بيسعى لاكل عيش وراجل من اللي هم الجماعه اللي بيسرحوا بالفراخ وحاجات من دي بيبيعوها يعني وكده. وقع في ترع حالا دلوقتي. دي العجله بتاعته حضراتكم ايه؟ هو لسه في ترع لحد دلوقتي بيبحثوا عنه زي حضراتكم شايفينه لسه ما طلعش والناس واقفه. وللاسف الكوبري ده في ناس كتير وقعت عليه قبل كده وحصل حالات قبل كده. حصل لحد قبل كده رابع واحد حضرتك. رابع واحد يغرق في نفس المنطقه دي قبل كده غيرها ثلاثة وده الرابع. ده الرابع يوقع من هنا ويغرق. يوقع من على الكوبري حضرتك وينزل ما يطلعش. طب ليه ما بيبنيش بيعملش كوبري هنا مثلا؟ حضرتك ما حدش سال عنه. الكوبري ده الصال ده بيخدم ما بين الحي الغربي والشرقي. تمام. شايف الكثافه السكانيه عامله ازاي؟ في طبعا طلبه مدارس وفي تلاميذ وفي حضانات معاهم هنا. يعني ده راجل كبير ده راجل كبير في السن وقع. امال بقى لو عيل صغير هيعمل المدارس حضرتك في البر الثاني يعني المدارس كلها في البر الثاني وكل مصالحنا في البر الثاني. تمام. علي هاني برضه اخوك برضه وقع في الخطوط. ماشي برضه اخويا نفس كذلك وقع برضه نفس كذلك نفس الموضوع ده برضه. اخوك وقع برضه كان جاي برضه. طيب. أنا بناشد بحافظ الإسماعيلية الجديد بحل مشكلة قرية أهالي قرية نفيشة. يقول لك أربع حوادث موت بسبب عدم وجود كوبري حقيقي على في هذه القرية. بقى هناخد فاصل نعرف في يعني احدث مجهودات وزاره الداخليه اليوم. وبعد الفاصل عندنا هنكمل اخبارنا وايضا رسائلكم وتليفوناتكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم. الحقيقه جالي برضو من شكوى من ميه الشرب من اكتر من مكان. انا بأتمنى من طبعا هتلاقي الهيئه القوميه لمياه الشرب هتلاقوها لها طبيعه مركزيه ولها طبيعه محليه. يعني هيبقى في سيطره على المستوى القومي لكن ايضا في المحافظات في المفروض دور للمحافظ. ده بقى حاجه تخلي الواحد يرجع. ده فين يا لؤي المكان ده؟ ده في الاسماعيليه. تخيلوا دي ميه الشرب مش دم بني ادم. تخيلوا دي الميه اللي نازله من الحنفيه يا جماعه. انا مش مصدق.
انا مش مصدق بجد. اتمنى يكون هذا المشهد غير حقيقي. لا هاتولي اسم اللي باعت الفيديو يا جماعة بعد اذنكم. يا لؤي فين لؤي؟ اسم الراجل يا لؤي. كفاية كده يا استاذ محمد. طبعا انا حزين انه ده اللي بعتولي المواطن عمر صلاح من الاسماعيلية بيقول دي مية نازلة من الحنفية. بيفكرني ده بيفكرني بفيلم احمد زكي البيضو اسمها ايه البيضة والحجر، ما كان بيحط له سباخ فوق السباع محمود السباع يحط له فوق بدم انا مش مصدق ان دي مية شرب ماشيه في المواسير، حاجة صعبة يعني. اتمنى المحافظ الاسماعيلية يراجع هذا الموضوع. مين تاني؟ طيب عندي برضو جاي لي فيديو عن طفلة عملت عملية غلط، نشوف كده الفيديو ده. دكتور نزهة توفيق اسمه بشير خليل مادة في محافظة دهاب في دار السلام، قرر انه يجتهد ويعمل لها العملية. الدكتور ده كانت مامة مكة والدة معاه وراح قال لها مفيش مشكلة ممكن اعملك العملية، وخد مكة وعمل لها العملية وقيمة الكارثة. الكارثة ان مكة حالتها تدهورت جدا لحد ما حضراتكم شفتوا بنفسيكم مكة وصلت لفين. الدكتور ده كان واخد من والدة مكة مبلغ 1250 جنيه عشان يعمل لها العملية. مش دي القصة ومش دي القضية. طبعا هو اجتهد وعمل لها العملية والبنت حالتها سائل بكل حاجة، انتوا زي ما شفتوها احنا وصلنا لفين ولفينا ودورنا وبقالها الام 4 شهور بتعالي ومحدش سامحها. اتبلغنا وجع الظفر العيني، رحت منظر بنتي حاجب ضغط القلب كله، انا هدومي وبنتي كلنا تعبانه دم، قالوا مش مستدر حلق اقفال. رجعت رحت لغير مستشفى بورينش، قالوا لي عليكم على بورينش. راح اول ما دخلت لسه داخلين من الباب وخايفين على البيت، اول ما دخلنا رحت بتوع الامن عملوا مشكله مع عمي وابوها. انا قعدت اصرخ واركض وبستنى بشوف بنتي اللي ما تنزل، راحوا ماسكينهم وبص عليا بتاع الامن وقال لي ماليش دعوه بالبيت. برضه رحت في اللي هم يعني في حريم هناك رايحه تقطع ورق ورايحه تكشف، رحت دخلت معاهم استنيت وريتهم الحاله في الاستقبال. البنت ما تنزل وحكت لهم قالوا لي خليك من يجي الدكتور. استنيت الدكتور يجي ساعه 2 3 4 وانا قاعده مسكت النقاب بتاعي وسديت به الدم، وكرمني ربنا بوحده بتجيب لي ميه صقعه ونقعد نحط الميه صقعه لغايه ما الدم يوقع. نزل الدكتور اللي هو جراح متهيألي انا مش عارفه، المهم يوم 23 الكلام دي يوم الثلاث كان يوم ثلاث يعني 23 23 اني شهر؟ الشهر دي الشهر اللي عدى شهر 10 تمام 23 تمام. جاء الدكتور فانا بقول له يا دكتور بنتي وقلت له انا معبكي ما عرفاش جوزي راح فين ولا ايه اللي حصل معاه ده بعد الخناقه اللي حصلت في المستشفى. بقول سيبتهم انا ورحت اشوف بنتي لان النزيف شغال طبعا. فالدكتور قال لي عايز اشاعات والتحاليل ما عملتلهاش، قلت له عملتلها بس خدوها مني في النيابه دار السلام سوهاش. قال لي بقول له خليتهم شيليها على جهالك هم النيابه. قلت له والله لو ينفع كنت انا على جهاله، بس انا جيتكم انتوا كل اللي بتكلموا بقولوا مستشفى بالريشة كويس انا وبتاعت اطفال. جميل. قال لي طب انا عايز اشاعات وتحاليل ومش عارفه ايه اللي ما اقدر اقول لك ايه اللي نعمل فيها. قلت له طب يا دكتور اكتبوا لي انا ما عرفتش حاجه. اكتبوا لي الفرج اعملهم فيها. قال لي طب بس اوظفك بعد. رجعت قلت له بقول لك يا دكتور انا جايه من سوهاج واخر الدنيا ومعيش حاجه، لما تحجزني هنيتا وبكره الصبح يعني كل حاجه مجاني اعمل لي ايه الاشاعات بتاعت بنتها. قال لي احجزك بصفتك ايه؟ ما فيش حاجه اصلا احجزك عليها، بنتك فيهاش حاجه. ده كله بنتي ما فيهاش حاجه؟ قعدت تبكي امانه يا دكتور يعني ترجع فيه. قال لي لا وما تزنيش قوي خليكي اوقفي كده. ما تزنيش قوي. رحت وقفت يا دكتور قال لي بصي لو اتكلمتي تاني اللي هديكي ورقه ولا هكتبي. وجعت قلبي واعتقد وجعت قلوب حضراتكم. برضو انا بهدي هذا الفيديو للسيده وزيره الصحه. في خطأ طبي من دكتور وبعدين راحت مستشفى ابو ريش قالوا لها مش هنعرف نعمل لك حاجه. طبعا من العرس ان انا اقول للسيد نقيب الاطباء ماذا فعلت امام خطأ طبي ارتكبه دكتور في صعيد مصر. يعني المفروض حبايه صغيره لطفله عملت هذا الشكل المشوه. انا ارجو من السيده وزيره الصحه انها تستدعي الام المكلومه التعبانه المتألمه المفجوعه في طفلتها. واتمنى من اي حد شاف هذا الفيديو وعنده استعداد من الاطباء الكرام انه يعالجها يتواصل معنا. من الفيديوهات اللي جات لي حامل عمرانيه
وده برضو انا بهديه بقى للسيده وزيره البيئه اللي هو انا بقول لك لا اسقط الله لك لكي صوتا يا سيدتي. سيده وزيره البيئه يعني انا في السي في بتاعها قريت انها خريجه اداب انجليزي، ما اعرفش ايه علاقه ده بالبيئه اساسا. وبالمناسبه هي لا معاها دكتوراه ولا معاها عشان بعدين يقولوها دكتوره، هي مش دكتوره يعني موظفه كانت في وزاره البيئه حظها جا كده يعني. في كل احوال يا ستي ربنا ايه مش عارف ايه رب يقول لك تسالنا عن السبب يعني مش كده يا محمود؟ يقول لك ايه يعني اذا ربنا وهب لا تسالنا عن السبب. فهي بقت وزيره عادي مفيش مشكله. لكن الفيديو ده سعاده وزيره البيئه في حته من اميز المناطق الجغرافيه في الجيزه، السيد محافظ الجيزه الجديد، الفيديو ده بين مكتبك وبينه والله العظيم عده امتار. فمش عارف انت شميت الريحه ولا لا، السيد محافظ الجيزه الجديد هذا مقلب عموم الزباله في العمرانيه بينه وبين مكتب حضرتك واستراحتك عده امتار. الكارثه بقى ان المقلب ده بالحريقه دي حواليه عده مستشفيات منهم وحده صحيه في الاطفال، وحده صحيه للاطفال. فالاطفال اللي قاعدين في العمرانيه يا عيني كلهم حساسيه في صدرهم وتعبانين وعيانين. احنا بنقول الوقايه خير من العلاج، القاعده الذهبيه. انا بناشد السيد برضو وكيل وزاره الصحه في الجيزه محافظ الجيزه والسيده وزيره البيئه، ارجو تشوفوا مقلب العمرانيه للقمامه في وسط المساكن في وسط المستشفيات، حرام بجد انه يحصل كده. الناس تعبانه وداخلين على شتاء وبرد وانفلونزا وحاجه صعبه. مين؟ ام عبد الله من القاهره، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك يا فندم. استاذ محمد. اهلا وسهلا. استاذ محمد انا كلمت حضرتك قبل كده من حوالي سنه ودلوقتي بس ودلوقتي بس المشكله بقت معايا كبيره. انا مأجره شقه ايجار حديث ودلوقتي اصبح جوزي اللي كان بيعلى وكده ما دلوقتي طالع معاش بس هو تعبان جدا تعبان بالكارثه. انت يعني في ايجار مكسور على حضرتك؟ طبعا كتير وانا اتدينت كتير من اصحاب ولادي ومن هنا ومن هنا بس دلوقتي اصبح حتى العلاج بتاعي انا اللي هو ضغط وسكر وخشونه انا مش قادر اسيبه، انا بقالي اسبوع ما خدتش علاج ولا خدت اي حاجه. حتى ولادي عليهم فلوس في الجامعات اللي اتنين. خليكي معايا بس هناخد منك بعض الورق بعد اذنك يثبت الحاله. بشكرك جماعه ما تقفلوش معاها بعد اذنكم. اخد امام من اسكندريه. الو. طيب ابو محمود من الاقصر، من اسكندريه للاقصر يا جرجس. ماشي ابو محمود من الاقصر اتفضل. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. انا بحييك وبحيي الفريق المحترم بتاعك. ربنا يكرمك يا فندم. والله بحييك وبحيي البرنامج بتاعك بصراحه صح النوم. ربنا يكرمك يا فندم. بس هو الفريق اللي معاه مش محترم قوي، مطلعين روحي. نعم مطلعين روحي يا ابو محمود والله. لا ده خدمة البرنامج يا استاذ محمد بصراحة ساعتين متميزين 100% مع الفريق المحترم. اتفضل. وخاصة الأنسة اللي ردت عليا والأستاذ جلد. ماشي. والله يا استاذ محمد. اتفضل يا فندم. يا استاذ محمد أنا وملايين بحيث القنوات اللي بتجيب الإعلانات بتاعة الغضاريف بالدهانات وباليد وبالخشبة، مش هقول لك على اسم القنوات دي أغلبها مصرية. انا ضحيت القنوات دي حضرتك ضحيت القنوات وانا دروك نايم على السرير بسبب مفيش خلصوا عليا الاعلانات وخلصوا عليا بالفلوس وخلصوا عليا بالدنيا كلها. والسبب الثاني ان الدكاتره بتوع العظام بالذات خاصه بتوع العمليات مفيش رحمه عندنا في سيوط. العمليه اما 10 بيعملوها في 60 و70. انا ضحيه وغيري ملايين نايمين على الكنب معاهم ثلاث بنات اللي عايزه تتجوز واولاد عايزه تتجوز بسبب دكاتره العظام. لا حول ولا قوه الا بالله. بسبب القنوات اللي بتضحك علينا يا استاذ محمد. طيب هو انت هو طبعا في نصب كتير للاسف الشديد في على الفضائيات، لكن انا يهمني انك انت تروح لمتخصص، يعني لو حضرتك عندك الغضروف تروح لاستاذ غضروف يعني. اتضحك عليا يا استاذ محمد. يا استاذ محمد. ايوه. اتضحك عليا في مصر في مدينه العجم رمضان، اتعمل لي عمليه واتضحك عليا. وبدحولي رجبتي لا العملية ما فادتنيش بأي حاجة وخيبتني أكتر. ده اللي عملها لك متخصص ولا نصاب؟ نصابين في مستشفى العاشر من رمضان. طيب انا برضو من حقهم يردوا بس انا عايز اعرف ايه الحالة بالظبط. ابعت لي لو عندك ريبورت او
التفاصيل الحالة، وإحنا نحاول نساعدك في الوصول إلى متخصص، وربنا يعافيك ويشفيك ويشفي كل مريض يا رب. إيمان اتفضلي. ألو. أهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. ازيك يا محمد؟ أهلا بيك. أهلا وسهلا. أنا بس ببلغ، كنت عايزة أبلغ مشكلة إن إحنا عندنا على مدرسة ولادي اسمها مدرسة حدائق الزيتون الرسمية لغاية الزيتون. تمام. المدرسة ما فيهاش مدرسين، دي أول حاجة. غير إن المدرسة أصلاً فيها مكان زرع، لأن هي جنب شركة المية، فيها مكان زرع، مكان الزرع ده كله تعليم، يعني إحنا تعرضنا السنة اللي فاتت فيه طفل وقرف وتعبان. يا لهوي. ولازم نفس الكلام. فإحنا مش عارفين المشكلة دي هتخلص إمتى. قدمت فتوى على صفحة المحافظة، محافظة القاهرة، محدش ادى جدوى ولا حد دي، بس اصلا في المدرسه ونقص المدرسين. يعني انا بنتي في سنه اولى ما فيش عندها غير هو مدرس العربي بس، ما فيش حد بيخص لها. يعني وزير التربيه والتعليم حاطط منهج جديد، المفروض ان هو حاطط منهج جديد يوفر مدرسين. صحيح. انت شايف ان ما فيش مدرسين يوفق، يعني عين المدرسين، في مدرسين كتير، في خريجي تربيه كتير، عينهم، دخل مدرسين في المدارس. طيب بعد اذنك انا عايز بس ابعتي لي اسم المدرسه وتفاصيل اللي حضرتك بتقوليها دي على الصفحه، واحنا عاملين بروتوكول مع وزاره التربيه والتعليم بنبعت لهم الشكاوى اول باول، ان شاء الله تطمني على بنتك وعلى كل الامهات تطمن على اولادهم في المدارس. ام حماده الشرقيه، اتفضلي يا ام حماده. ام حماده اتفضلي يا فندم. ام حماده، طيب مين؟ طب مين من الاسماعيليه؟ عادل سمير، اتفضل يا استاذ عادل. انا عادل. اتفضل يا فندم، اهلا بيك، اتفضل يا استاذ عادل. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا وسهلا. الله يخليك. اتفضل يا فندم. والله احنا عندنا مشكله دلوقتي يا استاذ محمد بنعاني منها بقالنا فتره. ماشي، اللي هي مشكله الصاله، عندنا صالات كده بايظه خالص، لا تصلح اصلا لاستخدامها. اللي هي ايه يا فندم؟ صالات اللي هو الكوبري. الكوبري احنا عرضنا من شويه الكوبري ده عند حضرتك اللي هو اسمها نفيشه، قريه نفيشه. لا احنا مركز سيد تبع الاسماعيليه، اسمها عزبه الربيع، دي حاجه ثانيه، منطقه ثانيه. منطقه برضه عندها مشكله الكوبري. ايوه تمام، واحنا بنعاني منها حضرتك، ونشدنا ناس كتيره بس ما حدش بيسال علينا خالص. تمام. طيب انا عرضت من شويه فيديو لقريه نفيشه، يعني مكتب محافظ اسماعيليه قال ان هو هيشوف الموضوع. ارجو انك تصور لي الجزء اللي عندك ونعرضه، ويعني انا بشكر المحافظ انه استجاب وتواصل معانا في الفاصل. سعيد من القاهره، ده الفيديو يا محمد اللي هو الجديد اللي بيتكلم عنه عادل، اللي عرضناه. اوكي طيب ماشي، اخد مين؟ سعيد من القاهره، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا استاذ سعيد. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بيك يا فندم. والله حضرتك زي ما احنا بننقد سلبيات، انا في موقف ايجابي لازم اقوله رغم ان زوجتي توفت، انما لازم اشكر مستشفى الدمرداشة. يا اخي اديني حاجه ايجابيه، صحيح انا عايز اخد اي طاقه ايجابيه، حاجه حلوه، اتفضل. اتفضل. طبعا مستشفى الدمرداشة انا بحكي اللي حصل رغم ان زوجتي توفت يعني رحمه الله. الله يرحمه. انما اللي حصل من قسم 13 بطن امراض دم في المستشفى من رعايه شفتها، انا ما احكي لحد يقول لي مش مصدق دي مستشفى حكومه. النظافه طبعا مدير المستشفى ربنا يبارك له على المتابعه. بس انا محتاج ابعد اذن حضرتك اذكر واحد واحد، لان النماذج ديت لما انا اتشكر ده اقل تقدير، دي ناس يعني بذلت مجهود خرافي وما اثرتش. بقول لحضرتك انا زوجتي توفت، ولكن لازم الحق يرجع او يتقال لاصحابه. استاذن حضرتك بس دقيقتين اشكر واحد واحد من الناس ديت. دقيقه عشان معايا تليفونات كتير. اتفضل. الدكتور رشا مجدي رئيس القسم، اللي مهما وقت ما اتصل بيها بترد عليا وتوجهني. الدكتوره دينا يعني بفحن النوم كذا مره وما اتاخرتش. دكتور يوسف. دكتور ابراهيم اخش الاقي استاذنا بيهو على زوجتي، بيهو عليها بظرف، واقول له انا بعد اذنك اهو، قال لي لا انا مع المريضه بتاعتي. دكتور قال لما اتنقلت من الاسعاف، عشان الاسعاف من قسم لقسم عشان تعمل اشعه ما رضيش اقعد جنب السواق، وقالت لي اقعد جنب المريضه، وشالت بنفسها انبوبه الاكسجين. ودكتور يوسف رغم الاجهاد الشديد سهران طول الليل وصحيه برضه يقول لي التمريض، احاول اديله فلوس يرفض، الاستاذ احمد
الاستاذ خالد الاستاذ محمود ربنا يبارك للناس ديت. ولازم ده مستشفى دمرداش مستشفى قسم 13 بطنة قسم دمرداش ده هي تبع عين شمس حتى على حسابي تبع جامعة عين شمس تبع جامعة عين شمس طبعا جامعة عين شمس قسم 13 هو طب عين شمس عموما ناس كويسه قوي الله يرحم زوجتك والبقاء لله يا دكتور مش بالدرجه استاذ محمد اللي انا بقدر لحضرتك لما بحكي ما حدش متخيل ان بقول دي مستشفى حكومه حتى الدكتوره هناء تيجي تغسل زوجتي بنفسها يا الله يرحمها عموما انا بشكرك انك عملت اللافته دي في شكر مستشفى حكومي هي مستشفى دمرداش وانك تضرب مثل انه هو طبعا ده المفروض يبقى في كل المستشفيات بس هو عشان ده استثناء النهارده في الحقيقه الراجل بيتكلم يعني شاكرا الناس اللي طببوا زوجته قبل رحلها احمد مجدي من القاهره بسرعه مجدي لان انا فاضل الدقائق والتليفونات كتير مساء الخير يا استاذ محمد احنا عايزين حضرتك تناقش معانا بس مشكله الخصوص وموقف الخصوص سرقه تيار كهرباء ده جاهلين واخدين الموقف كله لو عربيه اسعاف داخله عندنا عربيه مطافي استحاله انها تخش وممكن اصور لحضرتك بالصوت والصوره اللي بيحصل ده بس هقول لك يا ريت فيديو غير الباعه اللي هم بص اقول لك على حاجه الولاد اللي بيبيعوا الفودكا والكلام العبيط ده بقى وماشيين بالكلاب الواحد يخاف يتعامل معاهم يا دكتور تمام عايزك تصور لي ده ارجوك وابعته لي لان انا هبعته لحضرتك بكره وريت حضرتك الكاميرا تنزل وتشوف الموضوع ده حاضر حاضر عينيا بشكرك ماشي احمد من مطروح اتفضل يا احمد اول تليفون يجي لنا مرسى مطروح اتفضل يا احمد الو السلام عليكم عليكم السلام اهلا بيك وبأهلي مطروح ليه كده الخط قطع ليه حاول تاني يا احمد طيب ايه طه طيب طه اتفضل يا طه الو طه فين تليفونك ماله يا استاذ طيب يعني انا عايز اقول لكم بس ان السوشيال ميديا النهاردة كمان فضحة هذا الصهيوني اللي اسمه عزمي بشارة تخيلوا انا طول الوقت قاعد اقول لكم عزمي بشارة مع الجنسية الاسرائيلية وزيع لكم فيديوهات كثير مواقع النهاردة بتقولك ده مش بس هو اللي هو قاعد المستشار الاول لتميم حاكم امير قطر والمستشار الاول لموزة هو عزمي بشارة المستشار مخطط لكل التشويه والحملات الشعواء ضد مصر وضد الجيش المصري وضد الشعب المصري وضد الاعلام المصري عزمي بشارة تربى في حضانة الموساد الاسرائيلي وهو يكفر بالعروبة ويكفر وطبعا يعني مش عايز اقول يعني اتكلم عن الديانات لكن هو يعني خانة الديانة عنده انه مسيحي فلسطيني مسيحي لكن هو صهيوني ولاده بقى معهم الجنسية الاسرائيلية اهم كلهم اهم ده عزمي بشارة الذي يكن كل العداء لمصر والذي يخطط ليلة نهار لتفتيت وتدمير مصر وهيهات سترد سهامه الى نحره ان شاء الله ولاده معاهم الجنسية الاسرائيلية ده عزمي بشارة اللي طلع قال في حاجة اسمها ام عربية في حاجة وده قاعد تحت رجلين تميم بيخطط من قطر لتفتيت الامة العربية والحملات الارهابية اللي بتتم ضد مصر مين يا شباب طيب اخد محمود من القاهره اتفضل يا محمود ايوه يا فندم اهلا بيك اتفضل اهلا بحضرتك يا فندم انا محمود معوض من القاهره اهلا وسهلا والله انا بنت مريضه عندها كلى وحضرتك انا مش عايز اي حاجه من الدوله بس انا عامل معاش فيها دلوقتي المعادله حضرتك بقاله اكتر من سنه فعلي الفيزا وقالوا لي روح اصرف ليها ده معاش ايه تكافل وكرامه؟ حضرتك طيب يعني انت قدمت فيه قدمت يا فندم وطلعت لي الفيزا قدمت انا وزوجتي وبنتي طب كويس وبعدين بدل ما يدوني فيزا انا وزوجتي بس حطوني فيزا انا وبنتي وزوجتي احنا الثلاثه مع بعض خلوني اول لو زوجتي لوحدي ما طلعش وانا وبنتي برضه ما طلعش حطونا الثلاثه فيزا واحده والفيزا طلعت وفيها اسمي بدل ما كاتبين اجر كاتبين اخر طب دي غلطه منكم نقطه طيب ده دي سهله ابعت لي بس صوره من هذا الكلام واحنا هنتواصل معاك وان شاء الله يبقى معانا محمد العقبي المتحدث باسم وزاره التضامن الاجتماعي مين محمود من اسكندريه اتفضل يا ام محمود اهلا بيكي وباهل اسكندريه انا ام مصطفى محمود من اسكندريه
مين يا فندم؟ أم مصطفى. أهلا بيك، اتفضلي. لو سمحت يا استاذ، انا بتكلم دلوقتي في، احنا بنقول عندنا عجز في المدرسين. طب ما دلوقتي عندنا اللي هم معظمين لسان في اداب، هل هم ما ينفعوش يدرسوا يا فندم؟ ده في 30,000 شغالين زهرات بالقطعه وما تعينوش اساسا، يعني الوزاره يعني اوريدي عملت مسابقات وفي ناس بتشتغل بالقطعه بالحصه يعني، بس في عجز طبعا لان احنا عندنا انفجار سكاني وعدد التلاميذ عدى ال 20 و22 و25 مليون. يعني اقتراح حضرتك ان بتوع اداب يشتغلوا مدرسين. اكيد. وبعدين في حاجه كمان معلش عايزه اقولها لحضرتك. اتفضلي. دلوقتي الدبلومه اللي عاملينها دي وصل يعني منها ل 11,000 جنيه. طب دلوقتي هي الناس لاقيه شغل ولا لاقيه تعمل ايه؟ دبلومه ايه؟ انهي دبلومه؟ دلوقتي اللي عايز يتعين التربوي. تربوي. تربوي. لازم يعمل الدبلومه دي. طب ما هو لما يبقى يشتغل زي ما كنا دلوقتي، ما احنا كان معانا اصحابنا في اما راحوا تعينوا ما كانش معاهم دبلومات ولا حاجه، ده كانوا معاهم دبلوم معلمين كمان وكانوا بيشتغلوا في المدارس. عندك حق. هي يعني هو بعد كده كانوا بيدوهم تدريبات كل مثلا سنتين ثلاثه بيدوهم تدريب. صحيح. وكانوا بيترقوا وكانوا ما شاء الله عليهم. سؤال، هي الدبلومه دي فرض عليهم يعني من الوزاره؟ انا ما اعرفش. فرض عليهم يعني دلوقتي هي اللي بتعجز الواحد ان يقدم. وعامله الفيزيتا ب 11,000؟ انا اول مره اسمع الكلام ده. لا غليت قوي دلوقتي. لا سؤال، هي الوزاره اللي عامله التسعيره ولا ده قطاع خاص بره؟ ما اعرفش ومش عارفه بصراحه. طيب انا هشوف المشكله دي وانا عينيا حاضر نحلها لك. دي مشكلة عامة مش مشكلة شخصية يعني. لا دي انا اخر تليفون رجب من الشرقية. اتفضل يا عم رجب. اتفضل يا استاذ رجب. استاذ محمد اهلا بيك يا فندم، اتفضل. اهلا استاذ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. لا يا استاذ محمد، وحياة اولادك، انا عايزك تقف جنب مني. ايه يا فندم؟ عايزك تقف جنب مني، ربنا يسترها. علي صوتك. عايزك تقف. تحت امرك برقبتي، اتفضل قول بس بسرعة الشكوى. لو سمعت والنبي، انا يعني من ذوي احتياجاتي الخاصة. تمام. وعندي ثلاث عيال في مدارس، واحد في اعدادي واثنين في ابتدائي. ربنا يخلي، ربنا يسترها معاك. وانا ساكن في اوضه وباخد معاش 450 جنيه. تمام. ربنا وحده اللي يعلم انا ماشي ازاي بامانه والله. طيب خليك معانا يا عم رجب، الزملاء هيتواصلوا معاك، بس بعت لنا بس اي مستند، صوره، رقم قومي او حاجه. طبعا يعني انا عايز اشكر البطل المصري الاولمبي محمد ايهاب، النهارده برضو مواقع التواصل الاجتماعي في العالم كله بيتكلم عنه، خصوصا الاعلام الرياضي النهارده نورنا وشرفنا، خصوصا في بطوله العالم رفع الاثقال اللي مقامه في تركمانستان ووزن 81، الحقيقه حصد مجموعه من الميداليات في منتهى الروعه. دول الابطال المغمورين اللي ما حدش بيتكلم عنهم، احنا طول الوقت قاعدين نتكلم عن كره القدم والخصومات والاسفينات والتعكير الجو بيننا وبين دولة شقيقة وشعب احنا بنحبه، وطبعا في خطأ من المتطرفين من المشجعين من الجانبين. انا عايزين نسلط الضوء يا جماعة على البطولات اللي بتحصد جوائز لمصر وترفع اسم مصر في العالم كله، منها هذا البطل محمد ايهاب. النهاردة على السوشيال ميديا برضو ناس متكلمة عن مستر زناتي ستايل. زناتي ستايل مدرس، هاتلي صورته كده يا محمد حسن. حسين زناتي ده مصري مولود في الصعيد، كانوا متصورين انه ياباني وناس تانية قالك ده صيني، قال لهم يا جماعه انا من المنيا. وهو طبعا درس كل طرق التدريس في العالم وطور منهج اليابان، يعني ده مدرس مصري اضاف للي عملوه اليابانيين وعمل طريقه جديده في التدريس في المدارس اليابانيه. يعني هو عامل ستايل حكومة اليابان خدت بيه، شايفين العبقرية بتاعت الصعيدة؟ أنا بشكر في الصعيدة يا محمد الحسن، عشان بقول لك إيه، طه حسين صعيدي وجمال عبد الناصر صعيدي، رفاعة رافع الطهطاوي صعيدي، عايز أقول لك حاجة، خوفو صعيدي، خوفو صعيدي، وإخناتون ونفرتاري ونفرتيتي وطيبة ومنف ومحمد حسن طبعا، وأنا وأنت الصعايدة أحسن ناس. فالحقيقه انا 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 حابب جدا برضو القي الضوء على هذا النموذج الناجح. احنا حاولنا نكلمه قبل الهوا وقال هنبقى هعمل معاكم مداخله بس تليفونه مقفول. زناتي ستايل اللي هو مستر حسين زناتي، نموذج للمدرس المصري العبقري، طور طرق التدريس في اليابان، ولما عملنا احنا بنطبق التجربه اليابانيه هنا، اليابان نفسها رشحته ان هو يبقى مشرف على
المدارس اليابانية في القاهرة في مصر، وكان نجم في اليوم الثاني في منتدى شباب العالم. حقيقة الوقت خلص، وطبعا برضو كالعادة ما قدرتش اقرا كل الرسائل، لكن احنا هنحاول مع فريق الاعداد ان احنا نفرغ كل رسائلكم ونتواصل معاكم، وربنا يجعل على المسؤولين قلبهم خفيف علينا، عشان احنا بنروح للمسؤول نقول والله دي شكاوى الناس، حاول تحلها معانا. طبعا بشكر كتير من اهل الخير اللي بيرفضوا يقولوا اسمهم واللي بيساعدوا في حل كتير من مشاكل المواطنين اللي بتجيلنا على البرنامج. بشكر زملائي المصورين، بشكر الانتاج محمود بيومي، وطبعا بشكر محمود كارم مصور، بشكر كل زملائي، واشكر مخرج محمد حسن. ان شاء الله غدا لقاء جديد. تصبحوا على وطن محمد الغيطي.